برنامج فريندلي هذا حل 20 والكوين دار بحال قهوه الدراري صحابنا مريحين بحال شي قهوه مرحبا بك اخي حمزه الله يحفظك مرحبا بك هذا اخي الله يحفظك شحال هادو كندوي انا وياك وما كتبش اخي تشاو كي درت اخي داك تويتر فيريفايد اي لا صاحبي كذا مرة واحد فورمولا وتعطي لك زعما ما عمرني طلعت تويتر لا عندنا 20 الفيريفيكاسيون ايوب ولكن ما عمر سولته صافي فيريفيت انستغرام فيريفيت فيسبوك ما عمر سقسيت فيه حتى نتفكر كيفاش اول مره دوينه صيفط لي في تويتر اي في تويتر انا ما تنحلش تويتر وما عارفش حتى كيفاش كيتصيفط ميساج في تويتر ونقول ويلك اش كاين الميساج درت وانا ندخل قلت عندي ميساج واحد من نهار حليت داك تويتر حمزه ابو الفتح فيريفايد دخلت صافا بخير يا هذيك تونس ندوز في واتساب مرحبا اخي نهار كبير هذا واحد شويه واحد جوج دقائق الشباب ونبدا واللايف نبدا معك اخي حمزه من الاول فروم زيرو تو هير لا والله لا شوف باقا تابعنا الطريق حتى لمراكش لا شوف الله اخي لا هيرو هيرو علاش اخي شوف بلاك صرا انت اخي دوزتي لونتربرونيا الدراسه لونتربرونيا من ورا اخي عاوتاني الفايتينغ مع الكانسر من وراء الشابتر 2 في لونتربرونيا راه زيرو اخي غير هذاك غير داك الشابتر اخي ديال الكانسر از نوت ايزي حتى هو نوصلوا له اخي ياك غير وصلنا له انت اللي رجعك ليه انت اللي وصلنا له اخي الله يلا باش دابا دير اسئله تنت بين ما يتجمعوا الشباب ونبداو اللايف كي كانت اخي ديك البيريود ها يعني كذب عليك شي واحد دابا تيتفرج فينا بصحته خصو يقول انا عندي كلش يقول حمدو صحيحه ملي كتكون عندك صحيحه كتكون بخير واحد ملي كتمشي ديك الصحيحه اش كتبغي كدير تقلب على صحيحه باقي حاجه وحده والله الا صفيق يا رجع ليه شوف هنا هادشي اللي كاين عندك شي حاجه ما كتقولش عليها الحمد لله كتبغي هذيك اللي ما عندكش ملي تجي عشان يستقل على شي حدا ملي كتمشي لي كتقول لي جيت سنه الحياه جيت والله الا عرفتها صاحبي ملي كتمشي للصحه كتقول ما باغيش والو شتي انا فرج عليا صحتي وانا ندخل سوق راسي الاولي نصلي الاولي نصلي في الوقت معاك ترجع الصحه معلم كتقول لك سيري اخي هذا شتو انا مع كوفيد عرفتي ملي جاني كوفيد ذاك العام قلت صاحبي انا بقيت تابع لونتربرونيا والجرا وجري جري 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 الكونفورتون متبدل ياك الملك سالا كوفيد سالا كوفيد بقى فيا التخشع واحد الشهر نورا عاوتاني جراتني الحياه عاوتاني عرفتي شنو راه تيجي عندي الشكر تيقول لي اخي سيمو هكدا خاصنا نرجعو نخدمو ولا اخي اللي بغى يخدم يخدم انا اخواني خدام بشويه كاينين اولويات اهم في الحياه واحد شويه عاوتاني تصرطنا الخدمه جايز نبداو واحد الصديق كتب لنا الحلقه 10 لا اليوم الحلقه 11 ياك وكانش كاع كنحسبوا هاد الدراري اليوم الحلقه 11 يوتيوب صافي نبدا معك اخي ابو الفتح مان الاول ولي اخي حمزه فين بزاف جيتي مرات النقطه المشتركه النقطه المشتركه بيناتنا نسدوا لي كومونتير يوتيوب عليك تبارك الله عليكم شتا الله يعزك اخويا الله يحفظك اكن تورنيو اف الكومنت اخي حمزه على قبل باش تبقى الشاشه كامله اسمي باش تبان طبوكي صح انا عرفت طبوكي صح اما حنا عندنا الناس الله يعمرها دار اخي حمزه ما كاينش عندنا المشاغبين لا كلاس عندنا زوينه قلت لك في مراكش فين اخي في مراكش تنسولك على حيت انا ولد مراكش السملاليه في الاول السملاليه وابخي مشينا لسيدي عباد لا تزاديتي تزاديتي السملاليه انا يتوب يتوب اش كيدير الوالد طبيب العين اللهم بارك في مراكش دكتور ابو الفتح ولكن زعما ما كنديرش لا بوبليسيتي باسكو السي صافي زاله بارك عليه لا لا يستاهل الوالد يستاهل اخي الوالده طبيبه ماشي طبيبه طبيبه راه طبيبه استاذه ديال الفيزياء قراتني في الباك اللهم بارك العام فاش سقطت ماشي العام هذاك جبل هذا جات النقطه يا خضر كاع شحال حطات لك دغنايك والله بالعام فاش سقطتي طلعت فيك النقاط ولا قلتي عليا مزيان قالت لك ما تدخلوا للمدرسه ما تدخلوا للقسم حتى تجيبوا والديكم قلت لها وانا الوالده سير جيب باك ولا سير جيب باك قالت لي تجيبوا والديكم والله ولي امرك قول لي اخي فين قريت الابتدائي الابتدائي لسخ اخي انت اخي كلاس احنا وليد الزوين كنا كنا ضاروا من فيلات الخنونة والله وكنا قريت الاعدادي اعدادي جوج درت المجد وامام مالك
والثانوي سحنوني جنات الكسالى. واخي كيفاش كيفاش زعما انت من 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 هاد من دوك الناس الزوينين اش دوزك لسحنون؟ سحنون اخي مثلا انا ما انا ما عرفتش انا ما عمري انا ما عرفتش سحنون فين جات. انا ولد مراه والله ما عارفه 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 فين جاها ولكن ما عمري وقفت في بابها. اسم لها اليوم واش تيقولوا لي راه سحنون تيتجمعوا فيها الكسالى. فهمتي كدا كيفاش لا غتكون كاسول في شكل ماشي اي كاسول هذوك الكاسول اللي طردوهم لكاع المدارس. اي مع شي يقول لك شي يقول لك على حقيقه شنو كان واحد الصاط مع ولد الحومه سقط المره الاولى في الثانويه وسقط المره الثانيه والثالثه الرابعه دار استعطاف وتزاوج وطلب هو يصيفطوا لي سحنون. وبدات عند جنات الفكره هذه ديال سحنون تجمعوا بها لاستريز. كيفاش اخي انت توصلتي لسحنون؟ قال لي كاينه ظروف سير اخي. والعام الاول الباك فيها فاش سقطتي؟ والعام الثاني شنو 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 السبب ما بين العام الاول والثاني؟ اشنو اللي خلى اخي العام الاول تسقط؟ راه العام الاول سيدي سقطت في الباك باسكو كان في 2007 2007 ديك الساعه فاش لونسيت جينيوس. وانت كتقرا؟ كنقرا يتو. كانت في الساعه عندي 17 عام. كيفاش اخي لونسيتي جينيوس؟ جينيوس ديك الساعه كنت كتلونسي شي حاجه كتونغيستري الدومين ديالها صافي كتولي هادشي اللي بغيتو يسمعو هادشي اللي بغيتو يسمعو. يعني ماشي مشيتي سجلتي لا لا درتي ريجيستر بغيتي كدير واحد اللعيبه كتسمى بي او سي بروف اوف كونسيبت فاب نون دومين لا غلا على مسكين اكي كيديرها 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 حتى الغيسان غيسان كندوي معاه الفكره انا باقي كندوي بالفكره تقول لي جيتي في الدومين ولا اخي غيسان حنا دوينا بالفكره جا هادشي اللي كاين الدومين لا غلا على مسكين 115 درهم.com فهمتي 115 درهم.com وهذاك البوان كوم راه غتاخذ لي ايبرجومون ارخص ما كاين وانت بديتي خدام تيبان خدام عاد سير سكي بديت بايبرجومون ميتواليز واحد لقيت خديت واحد لعبه كيقولوا لها ايبرجومون ريفوندور واحد لقيت خديت سيرفور فيرتوييل واحد لقيت خديت سيرفور ديجي وليت كنكري فيه دي سيرفور فيرتوييل واحد لقيت بديت كنبيع لي سيرفور ديجي واش اخي واش لقيت لا 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 زوين هادشي اللي قال زوين هادشي اللي قال عطاو لينا التعاريف لا 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 زوين هادشي اللي قال ولكن اخي انت كيفاش بديتي علاش بديتي بالسيرفور؟ انا انا فاهم على قد اش نفس التراجي دزت منه نفس التراجي دزت منه شنو اللي خلاك دوز من على قد اش حنا كان عندنا الترافيك قليل نقول لك نقول لك كاين كلمه وحده كتلخص هذا كيفاش علاش بديتي غير بهذاك الميتوالي الحزقه لا لا راه كاملين دوز ناس سميت ولكن اشنو واش الترافيك كان غادي وكيزيد حنا مثلا انا دوزت نفس التراجي اللي قلتي ولكن اخي اللي خلانا هو الترافيك كان تيتزاد الترافيك تيجي لنا خونا النجاح هوست نذكرو بخير تيدير لك بان يقول لك تقول لك راه شي شي الترافيك اصاحبي السيرفر انتم اللي خدامين بداك السي بي وديك لارا كنقول لك اخي انور شنو الحل قال لنا في بي اس زدنا الفي بي اس ابخي درنا بان قال لك خاصك دابا خاصك ستيجي انا خلاص كنت بون انا ما كانش عندي سيت اللي كنطلع فيه الترافيك وداك الشيء كنت كنبيع انا هذا الشيء هذا دونك كنت في الاول لي بيرجومون ميتواليزي بلاص ما نشري سميتو كنت كنشري ميتواليزي بثمن وكنزيد عليه شويه وكنبيع ميتواليزي ميم باري سيلر ميم باري سيلر كنشري بالبيازه بهاد بغيتي كيلو التفاح كنمشي نشري كيلو التفاح 10 درهم كنبيع عليه هادشي اللي في الاول بدات واحد القيده قال دابا راس ما نبدا نشري ولا هذا ناخذ واحد اللعبه كنسميها ريسيلر كتخليك انت اللي كتكري ديريكتومون هذوك لي كونت دابا جون فهمتي وبديت بحال هكا دونك هذاك سميتو وهادشي كله اونكور اون فوا باسكو جينوس بديتها بوالو ما كنقول لك والو سي كو تديك 10000 درهم ما كايناش والو. ولكن حمزه علاش لي بيرجوم علاش ما مشيتيش انا شوف دابا هادي هذا هو السؤال علاش لي بيرجوم عرفتي ملي كتكون باقي ديك الساعه سؤال زوين براش ديال شحال هادي براش ديال الحاله هادي دونك ملي كنقول لك براش ديال شحال هادي سي 2000 2001 2002 كيسال البيراطاج البيراطاج صافي اي دونك جوكو كنت مع هاد التريب هذا ديال بيراتي هنايا كنت مع واحد الجروب واحد الجروب ديال لي هاكرز بريزيليان سميتو بيرفكت بي ار كنت مخشي معاهم هذا وسمع اي دونك جوكو بالبيراتاج شنو كتجي شنو البيراتاج كتعرف سميتو تدخل لان سيرفور ديال الويب وتدخل ليه سميتو ها كاينه فيه 5 اس اس اش 5 هادي 5 هادي كتدخل دونك كتعرف لقيت جيت دخلت قلت يا وليت كنعرف كيفاش نفرقع سيرفر دونك الا عرفتي كيفاش تفرقع سيرفر دونك صافي كتعرف كيفاش تقاد سيرفر كتعرف هذاك السيرفر ويب كيفاش خدام شي اي حاجه كديرها خصك تعرفها منين خدام
دابا تلاحيت سميتو هادشي الفلاحه خصك تعرف الدجاجه منين كتبول نفس الخدمه نفس الخدمه نفس الحاجه اللي ما عرفتيش الفونكسيونمون ديال الحاجه دونك جو بوشيل فون ان سيرفور ويب هكا بون الناس اللي ما كيفهموش نفسر لهم غابيدمون اشنا هو سيرفور ويب كتدخل ان سيت انترنيت كتخشي هذاك النون دومين هذاك النون دومين اسيدي مي كتضربو كتلقى واحد اللعبه سميتها لا ريزولوسيون كتصيفط لك اون ادريس اي بي هذيك لا ريزولوسيون تيكون ان سيرفور دي ان اس كتصيفط لك هذيك لا ادريس اي بي لا ادريس اي بي هي السيرفور ديالك دونك اول حاجه ملي كندخل انا مثلا كندخل هذيك جينوس بوينت ولا جينوس بايما كتصيفطني لو سيرفور اللي فيه انا هذاك لو سيرفور اش كيكون اول واجهه ملي كتدخل اون ادريس كاين كيكونوا دي بور فهمتي كل شاك بروتوكول عنده ان بور البور مثلا الويب هو 80 و 443 443 ديال اس اس ال و 80 ديال الويب ويب عادي ويب اتش تي تي بي عادي اوكي دونك هذاك لي دو بور ملي كيجاوبوا كتدخل السيرفر ويب هذاك السيرفر ويب كتلقى واحد الفيشي ديال كونفيغوراسيون كيقول لك اسيدي الا دخلتي بهاد السميه genius.ma قلب واحد لو دوسي سلاش دايركتوري سلاش هوم سلاش جينيوس سلاش بابليك اتش تي ام ال مثلا فهذا البابليش بابليك اتش تي ام ال سو غادي تدخل غادي تلقى ان سيت مثلا محطوط ب اتش تي ام ال الا دوكو راه ما يا غيان افير دونك سي دو كونتور ستاتيك اللي غادي يطلع ولا غادي تطيح ان تروك ديناميك غادي تدخل اون باج بسميتو بي اتش بي بان سيرفور بلا باز دو دوني déjà PHP donc il faut installer serveur PHP ou la base de données qui يمشي كيقلب لك في لا باز دو دون فهمتي une fois que tu oublies que tu veux faire هذا الشيء هذا هو لو برينسيپ ديال لي باس ديال انا خير انا وهذا الشيء بغيت كاع هاد المصطلحات هادو يمشيو يفهموهم الشوارع حيتاش راه هذا هو لا باز ديال الويب وتنقول للدراري ديما واش بغيتي تخدم في الويب اخويا راه على الاقل تاخذ لك لي باز تفهم انا خصك تفهم اي حاجه كديرها الا ما سميتو سينو كتكون غادي غير مدرم وصلنا لواحد الجيل تيجي يقول خويا تيبغيف ديك الساعه خويا راه تسجلت في الادسنس بغاسبورت وعطاني واحد الكود ما عرفتش ديالاش دونك انت بديها من الاخر بديهاش من الاول شوف لا الادسنس عطاني واحد الكود حتى التكنولوجي اليوم هي اللي ساهمات فيها دابا حنا في الانستونتاني جوجل كتقول ليه شنو هذا كيجاوب خويا راه صراحه عنده الصح حتى انا تنقول بعد النهار كندوي ما دوش لا ماشي البيترون بيري ما دوش هذاك 56 كي بي بي اس ما خدمش هذيك صافا نقول لك اخي واحد النهار كندوي انا والصديق سوينغا ودوينا في هذا الموضوع هذا بلي هذا الجيل هذا والجيل اللي جاي الحياه صعيبه حنا عشنا الترانزيسيون لعبنا البيترون كلشي باقات بنات قدام كلام اللي جا لقيت تزاد لقى 5G تخيل معايا واحد تزاد ديال قال 5G كلشي كيحضر كلشي كيحضر في هذاك التيك توك لا ما دخلوني دخلوني كي دايره الوقت تما كامل لا مزيان بصح الله يلا مزيانه ورفي تخلعني انا لا ان شاء الله يلا انا دخلت انا والغيسان وحنا نتشوكاو عرفتي شناهي قلتنا لو شوك كولتور لا والله الا تشوكينا اصاحبي عرفتي تنقول لها ما يمكنش اصاحبي واش المغرب هو هذا تشوكينا واحد الشوك بقينا جالسين كنسوا واش غريب اشنا هو ادخل اليوتيوب غادي تشوف ترند هذا كل مروكو لا شوف تيك توك كاع اكثر تيك توك وهذوك اللي قراو هذوك اللي تيطلعوا تيك توك اللي كتشوف يوتيوب ترند كتقول الحمد لله راه باقي بيد باقي الضو عرفتي تيك توك لعبة ديال ترند ودخل سايبه يا سلام عرفت شوك هو صاحبي قلت له يمكنش صاحبي دونك راه خاصنا ندخلوا تمايا ونحاولوا ندخلوا حتى حنا الفكر ديالنا هادشي تاع لونتربرونيا هكذا اللي تنقد ولكن اخي راه صعيب تيبان لي هو الفيوتشر ما عندكش كي دير ليه راه عرفتي غادي فيرا رجعوا اخي دونك حمزه البيراطاج هو اللي داك الهوس لا ديك الساعه وليت كنفهم سميتو قلت لها كان هذا وخا ديك الساعه كنهضر لك راه ديك الساعه في 2003 2003 كان عندي 17 عام جينيوس ولكن هاد الشهاده ديال سميتو بديتو مني فريمون عندي 14 عام 15 عام اول كليان انجيك الاول كليان 2000 كنت عندي ديك الساعه 15 عام 2001 بعت ليه شال سيرفر بيراتي ديال ليمسي قال لنا ب 50 درهم قال لي كان عنده واحد الشيل كيبيعوا لنا ب 50 درهم 50 درهم بعد هذيك 50 درهم وكان صافط ليا الفلوس سميتو
بموندا موندا موندا بوستال كتمشي للبوستال كتمشي دينا الصف وداك الشيء مشيت قلت لهم عطوني رد كاخي عطوني 50 العام الاول العام الاول سقطت في البكالوريا قبل من قبل من الباك هادشي ولا كنقول لك سميت 2005 كنقول لك مشيت مشى في 2001 في الساعه 15 عام مشيت ناخذ 50 درهم قال لك لا كارت ناسيونال كما شنو كارت ناسيونال راه حتى واحد مزعف انا واحد مزعف وباش ما كاينش يقول لك شي الناس اللي يقول لك بانك انت هو واحد مزعف شي جبت الوالده وعمتي ملي سينا في بلاصتي باش نزعف مليار مليار فينا ما كلا راه جاوا وصلوا لي شي فلوس فينا وما نفرش حال 50 درهم الله يبسطك اودي يقول لنا نعطيوها لك بواحد لكن هذيك 50 درهم راه شحال هي اول فلوس اول فلوس لا عندك راه اخي ديالك فهمتي ديالك شي حاجه 15 العام الاول هاد الشيء ديال البكالوريا ما سهلش فيها الله واخا هذيك ما سهلش فيها الله حتى هي زوين الحمد لله الحمد لله هذيك ما سهلش فيها الله علاش باسكو ديك الساعه قلت لك كنتي ملهي ملهي دونك فريمون عايش في واحد العالم واحد اخر النهار فاش دونك سقط ديك الساعه فاش كانت لي الوالده قال لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك العلم تما اخي هذيك راه الحكمه الحكمه وهذيك عسى ان تكرهوا شيئا ما نقولوش هذه وجبه عقلها واش راني ساقط في الباك تقول لي عسى ان تكرهوا شيئا فينا هو الخير في السقوط في الباك لا لا الله اخي الا شي واحد ديما تطرى شي حاجه خايبه تنقول لا وكالات عليا شي لعيبه كالات عليا ما سوى انايا الفيلم اللي ديال هاد اللعيبه جيت ديك الساعه كنت جينيوس خدام ديك الساعه كان خويا في طايتي هو اللي كان كيشري ليا لي سيرفور ديك الساعه وكيخلص ليا داكشي من جهته حيت بقيت بسلت عليه شحال قدو ما يخلص شحال قدو ما يسميته اي دونك دوكو كان خصني نخرج من المغرب باش نقدر نبدا نخلص تا انايا بسميتو اي دونك دوكو التشالنج اللي كان عندي هو ننجح في الباك باش نمشي نخوي المغرب باش نقدر تكون عندي كارت دو كريدي انترناسيونال باش نخلص لي سيرفور هادشي هو اللي بغيتهم يسمعوا اخي على حقيقه حتى نقول لهم راه جيتو فواحد الثمن زوين كاين الدوطاسيون كاين الدوله بعدا فهمات شويه هادشي اما حنا راه جينا والو مشيت خديت لاكارت من البنك بسميت الوالد وشت كان بابي تنقول علاش ما خداماش علاش ديما خداماش وانت راه اصلا مديكونيكتي من العالم كاتبين صغيره ورا سلم وما هاك اوني ان موروكو اوني ان موروكو ايوا صافي هذاك واحد لهنا دونك اخي وديك الساعه شنو اللي خلى زعما قريتي السنه الثانيه صافي العام الثاني جلست الارض قريت جبت قلت لك شي 16 شي حاجه في بروميير سوميست 17 ونص تقريبا في الدوزيام سومي اللي جمعوا لك التوتال تاع باش خديتي الباك 12 عطيت لك 12 12 زعما نيت 12 12 قال لك يجيب الباك ب 12 دونك عارف فهمتي باش ما يجربش عليه يقول لي 12 لا راه ما حزب ال 10 كثير هنايا واش ملي سقطت في الباك بشحال سقطت شحال 99.96 ويلي ويلي هادي اللي كيسموها العدم خلوني نجع 96 دونك نقطه ديال ونقطة في السبور نقطة في السبور عادي لا لا تجي شوية اللي خصك كانت تبدل واحد خصو صار باسيل أربعة سيد والي حنايا شوف كيما السيستم بينير السيستم بينير دايز ما دايز صفر واحد لا والو جاوبوات حيت القراية تيقول لك التربية والتعليم سيدوا لي صفر باسيل أربعة صفر باسيل صفر أربعة صفر باسيل أربعة أو مازال كون صفر باسيل أربعة تقول هذا اللي خدا الديسيزيون ما زادهاش راه زاد على الدولة مصاريف كثيرة راه شدات هاد السيد هذا عام وهي تتقري فيه على صفر باسيل صفر أربعة شحال قريت أنايا شحال شحال تا الباك 600 درهم تا الباك 600 درهم داكشي ديال البريمير بوحدو ولكن الكوليج وسميتو شي 196 درهم و 94 درهم و تربن 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 وعقد الزياد جوج دراهم من عقد الزياد المهم هذا كتخلص معاك شي كتبقى معاك شي 100 درهم في العام هذاك الشيء اللي كتخلص فاش كتدخل اييه وصافي ولي كاين واش هذاك الاستاذ اللي تخلص انا بغيت ديال الدوله هذاك الشيء اللي ما غاديش نسالو اوفيسيال راه فلوس اييه واش دابا ولكن اللهم 100 درهم الاستاذ ولا تخلص مليار وتزيد الاستاذ زين هذا هو المشكل لا خلينا في 100 درهم هذيك 100 درهم نقادوها شويه باش تولي تخرجنا نص مزيان شتيتي البان فرنسا فرنسا اشنو فين مشيتي عاود ليل ليل الفرنسيه لا ولكن بحال هذاك قال لك راه هو لومبيسيون باش خدا الباك على حط كارت فيزا انترناسيونال قدامه وبقى تيدبر 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 باش يخرج باش مشيت سميتو مشيت عند واحد جميل صاحبي كان قرا معايا باسكو هو نجح قبل مني كان داير ميديسين منصف بوعيطه الله يذكره بخير
مشى سميتو هو اللي مسكين ايبرجاني هذاك جوج سيمانات الاولى عاد فين كتم غادي لفرنسا اول مره ومعلم عاد زقلت واحد الستاسيون قلبي وغايسكت عاد فين صافي عاد صافي بقيت هنا هبطت كنت باقي هبطت في بلجيكا ومن بلجيكا هبطت الليل باسكو قريبه قراب سميتو صافي هبطت الليل ريحت معاه المهم سي سامبل هذيك السيمانه الاولى حليت الكونت باقي ما عندي لا ايبال ما باقي ما عندي لا دار الكونت مهم شوف الكونت باي بال فيريفي هذا الكونت باي بال فيريفي صافي وصلتي في الحياه شوف في 2005 انا ديك الساعه كنت شحال الكونت في باي بال كنبيع به في اي باي وسدوه لي قالوا لي علاش بحال قلتي ماشي لادريس ديالك وصيفطوا لي ديك الساعه ملي كانت باي بال زوين صيفطوا لي شيك حتى للمغرب شفتوا داك التوتال بحال لي سبان داو الكونت وداك الشيء اللي كان فيه شي 200 شي 10 دولار جمعوا وصيفطوا لي الشيك للمغرب دابا مابقاش هاد الحرام كيتسنى داك الشيء كله في تويتر شفتوا ديك الشيء تاع خوفيش من نوفيش كلامز ما كيبقاش اللي مشى لك شي حاجه باي بال بح ضرب هذا وي اللي دابا غادي توت راه والله الا لدرجه واحد النهار كندويو مع السيد قلنا له شوف دابا انت في امريكا حدا باي بال حدا كلشي شنو بالك نجمعوا لك واحد التوصيل ديال كاع المغاربه اللي سميتو وبحال قلتي يديروا لك التوكيل ونليغاليزو ونوكلوك في امريكا سير خير شحال ديال الفلوس مشات كنعرفوا اللي مشات لي 60,000 دولار ولا 40,000 دولار بلا شي نيونس ديال الدولار هادو باقي ما درناش لو غاز ولا شي مشكل هادو اللي كنعرفوا ما جاش ولا بسخوت لو انك تسافر القمر انا هادو كل فلوس فلوسي انا لا لا اكزيت اكزيت هو اي حاجه كون عندهم اكزيت من البنتلي ضرب لك موسى هو ديك الساعه قول لي يا اخي ومن وراها عاوتاني داك كي داز داك العام ديال الدراسه ديك الساعه صافي مشيت لسميتو انا ديك الساعه مشيت لفرنسا كارت كريدي انترناسيونال جيت كان كاين القرايه لا والو مشيت ثلاثه السيمانات درت يقول واحد اني صباتيك اني سامباتيك دوزت هكا ثلاثه السيمانات وحبست سديت عليا سيدي عاودي راجع على البلاكات سديت عليا شوف ديك الساعه عادي ما كاين غير ديليفري بيتزا بيتزا ما كاينش شوف بيتزا بيبروني بيتزا بيبروني عام وانا كنضرب بيتزا بيبروني حيت عليك على هاد اللعيبه قليل اللي عنده هاد اللقطه هادي واحد النهار زدتي قليل اللي عنده هاد اللقطه اللي تجي ليا كل نفس الوجبه مده طويله واش وحق الرب المعبود الا كان هذاك البيتزا داك البطاطا تاع البيتزا وراه كتوصل فيهم متر ونص وحداك فوق وحده ما كانش والاعتكاف واحد الوقيته عيطت لهم في التليفون قلت لهم الله يخليكم سي فو بلي هذاك لا بيتزا بيبروني سي ا باس دو كوا قال لك دو بو مسيو وعامه معلم انا كنضرب الحلوم قال له خلوف قال له ايوا صافي حرموا عليا علاش داني مسول علاش داك مسول اه علاش كانت بنينه ها حيت تما رخيص ولا لا بنينه قال له خلوف عاد خلوف مي كتكون ما عرفوش واش حرام ولا حلال بنين كاين هذه طرات اللي طرات واحد الصديق ديالنا هو خدام في هوندا في تايلاند جا عند الوالد ديالو ما عجباتوش الماكله ديال تايلاند ويخرج هو يتلاقى مع واحد كيدير واحد اللعيبه بحال اللي قلت شي اش كنسمى سايكوك ها تايلاند كيدير ليه شي لعيبه تفوق منهم وتياكلها وترجع للطاف تياكلها اشبوه يجي يقول لي والواليد وانت كاع ما كتاكل قال لي لا ولد راه طحت على واحد هنا في الدوره ديال الدار شي كاد سايكوك وتيدير لك فوق منه واحد شويه ديال اللحم قال لي ناضي وبلا داك راه الحلو هذا الله يوالك اش بدك تقولها لي الوجبه الوحيده حسيتينا فيها ضربنا الحلو على مثلا ماشي مشكل اخي هذاك دونك كيما قلت لك دوز هذاك العام فريمون مستوني في الدار كنكون رجلي مستوني في الدار قاسك ساعه خدام شنو كانت جيتي شي سي بني في جينيوز خدام كان بني في جينيوز دان كوتي وكان ديك الساعه كانت الوالده كانت باقي عاقله كتعطيني شي 2000 اورو باش نكريو داك الشيء صافي دوز تماك دوز الشهر الاولين صيفطت لي الفلوس الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث هزيت التليفون عيطت لها قلت لها الوالد صافي ما تبقاش صيفط لي مثلا لا هو عاوتاني لا بغيت تسمون الوالده سبحان الله راه شي ست الناس تلقى لها بس تجي الوالده الوالده ولا الوالده انا تقول ما كانش الوالده كتعطيني هذيك 20 درهم السيبر ديال شحال هذا واش غادي ما تجي نمشي عند الوالده يقول لي الوالده مسكينه سميتو دونك سبونسر اوفيسيال هاني 20 درهم ديال الوالد ولا نقول لك 20 درهم راه في الاول راه بجين 40 درهم الساعه 30 درهم الساعه 20 درهم الساعه واحد بغيت كتقول لي كتقول لهم خدام في السيبر باش تهضر عليك ساعه المكنه فافور مليار تنقول لهم راه انت خدام كنت مجهز من سخوت الوالدين وخصك تنوض من البيسي وكتبدا كتدعي فيه وكتقول لي اصبر بلاتي بلاتي واخا هادشي كامل كتكونفيرمي ليا شنو كنقول لهم بلي راه تلاقيتو بهذا الوقت زوين على الانترنت دابا كلشي انت ما كاينش شحال الضوء كيتلاد ما كانش لاد حنا عندنا شحال هذا كانت واحد التلفازه
هادشي الماء ديال الكرش عند الدار عند الدبازكا ما تزيدش شي هضره اخرى. شنو ديك الساعه شي سيت شي لونسيت لونسيت ديك الساعه انا ودريس دريس هو السي تي او ديالنا في جينيوس و تعرف شكون دريس تعرف الصماتي اييه هو هو اللي كان قاد الصماتي هو اللي قاد طايشي السملالية دريس دي سميتو هذاك دوبي شو حقر في لك اللقاء لا حياتنا ما كاين هي واحد حداك واش عقلت النهار تحت الطنجية وقال لي راني نتابع بحال هكذا ايوا دونك سيدي دريس معنا ويا لونسينا شنو اللي كنت انت واحد الفيلم ميريكاني لا الوحيد اللي كانوا داروا هو سميتو هذاك الشيء ديك الساعة كنت لي بوك ديال هذيك كل ساعة كيبان لك شي حاجة ديال السويقة عادي شكون هو عاوتاني مول السويقه؟ عرفت مول السويقه انا كنت في كازا كان في كازا انت تعرفو؟ اي كشاط ما عمري تلاقيته في السويقه المهم اخي جيت للكاره العالم هي صغير هو راه عيد الدراري تلواب من ديك الساعه لدابا عشان ليسيت منوضي الحياه ما كاينش الوغ ديك الساعه انا سميتو لونسيت معاه سمارت تورنت سمارت تورنت سيت ديال خارج وصلنا 3 مليون ديال لي زوتيليزاتور 2016 عندهم الكونت في هذا كان عندنا تراكر كان عندنا تراكر بيتون ماشي غير سيت بيتون تراكر كان فهمتي كاع كلشي كيدوز على سميت ايوا هذاك السيت صافي المهم هذاك هو راه تبارك الله راه ماشي اي سيت راه سيت على ليبوك زعما قلت لك 2005 دابا راه المهم غادي 20 عام دونك هادي 20 عام فهمتي دونك جوكو هذاك لو سيت هو باش ولكن نحرك به صريف فهمتي ما خشاي ما سميتو باش هي باش يقصي الدعم للوالده صافي جاي قالت لي شنو هذا خدمتي حتى الوالده شوف ثانكي ثانكي شحال ضربتو بداك السيت شحال بقى عندك ديال الوقيته شي 5 سنين 6 سنين 50 6 سنين شنو واحد الخطه بدا شنو سديتو بدا الصهد ماشي الصهد هادي السيت ديال هذا بيغاتاج ايليغال عباد فهمتي صافي واحد الوقيته وسورتو فهمتي واحد الوقيته ما كتبغى داكشي تيرموم كتخاف تتخاف يوصلك داك الصهد هذاك الصهد اخويا ما لا سير شحنا المغاربه ما عندناش مع الصهد تيما اخويا خليني بعيد سالي ماشي اللي كاين صافي كدوز كل حاجه كدوز وقيتها صافي الفالي بات سميتو بعتو باش تدوز بشي 70000 دولار واش لعيبه بحال هكا لي بوك اولكي 70000 دولار ديك الساعه راه 70000 دولار 70000 دولار شوف 70000 دولار سرتو من الواقع فاش اين هذيك الساعه 2005 لا 2005 فاش تلونسا فاش تباع في هذيك 2010 2011 مزيان تستيل مزيان دونك انا صحابني واش في 2005 وف ملي كنتي كتقرا صافي وقفتي القرايه بقيتي مع داك السيت ولا عاود ترجعتي تقرا لا ديك الساعه صافي العام الاول ما قريت ما 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 قريتش ما قريتش نقولوا ما قريتش العام الثاني درت سي جي بي تي اس بي تي اس اون انفورماتيك مشيت بديت بروميير اني قريت مزيان ديك الساعه كان كل نهار كندخل كنقرا مع هذا شوفو كان داخله كتعطيك كان عندي شنو هذا قلت لك تمو كانت حتى الفلوس داك لا ديك الساعه ما كاين صافي ديك الساعه عايش ترونكيل سميتو بدلت الدار فهمتي كتولي ترونكيل ماشي كان في الاول ساكن في سميتو ابارتمون فيه ديال 15 متر جا عندي خويا هي جاك فلاي ستوديو جا عندي خويا صغير ديك الساعه ورجع سميتو للدار قال لهم راه خويا ساكن في الطواليت ماشي في الطواليت كوزينه ساكن في الكوزينه قال فيها هكا فهمتي وي ستوديو الكوزينه لا كدير هكا تقرا في الطواليت المهم فهمتي الحمد لله صافي دوزنا هذيك لا بيريود صافي هذيك دخلت قلت لك البي تي اس قريت العام الاول في الاخر العام قال لك اسيدي خصك دوز ستاج شنو في ستاج كنت مشيت ندوزو في المغرب قال لك ماشي مشكل صافي دخلت خايب لي انت راك تجيبو موحش للمغرب لا اشوف الاول المغرب عتيمي نمشي نفهم شي لبرا ما باقيش نرجع كاملين شوف انا شوف يوم فوا قلت ديك الساعه صافي قلت مشيت للطيرون عجبتني قلت واه ربي ما نرجع والله ما نرجع ولكن اخي ديما تتوحشو المره الاولى فاش رجعت للمغرب صافي واحد كي كتصرفك كتقول واحد ديال مولاي المغربي اخويا كيفاش هذاك الدي سي جي هذاك الفاكسان اللي كاين هنايا عندك واخويا كيجبد صافي كتدخل المغرب صافي كتقول واه المغرب زين
ملي كتجي كتشوف راه المغرب زعما شوف المغرب راه تقول عليه اللي بغيتي شو اللغه اللي كندويو فمشي تمشي في العالم كتلقى داك ديال ماشي العالم كقروينا داك الشيء زوين دوز تاسي ديال الستاج مشيت عند الطاهر عالم ابي ويب كونسلتين ديك الساعه ابي ويب كونسلتين كليان ديالي انا شاد لي ليبرجمون ديال لا بلاتفورم ديالو داك الشيء صافي ريحت عنده 3 ايام النهار الثالث كان خصني ندوز عنده ستاج ديال شهرين مع 3 شهور النهار الثاني الثالث حبست قلت له اميطار كان عيط انا اميطار قلت له اميطار هذا جاجي قلت له انا بالي غادي نمشي نسميتو قال لي اشنو غادي دير غادي تمشي لوبيك تونغيستري سيرتيفيكا نيجاتيف صافي ديك الساعه من عندهم التكنولوجي خرجتي باش تمشي تروجيستري خديت السميه عطاوني السميه جينيوس كوميونيكيشنز قلت له دابا عندي سميتو شنو ندير قال لك دابا خصك تلقى لوكال باش دير هبطت لمراكش مشيت عند الوالد قال لي كاين ولكن قلت له راه بغيت نكري لا سوسيتي وهذيك الساعه بون باقي كي ولاد صات هذا اش كيدير فهمتي ما عرفتي نجيب لي بارون في الاول وعاد يقول لك هذا قرا 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 القرايه 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 هو الحياه ديالته دايره على القرايه ما قريتيش ما درتي والو لا سيرتو قلتي لي طبيب اخي طبيب راه الباركور صعيب الوالد اللي كيبغيو لك تيبغي حاجه واحد اللي غيبغي لك باك ولا امك هي الخير ولكن هذاك الخير هو كيبان ليه الخير ديال 1970 ولا الخير ديال 1960 ديال ديك المرحله اللي عاش فيها هو فوالا اي دونك دوكو هذاك الخير ديالو انا كان ديما مخاري مع الوالدين فريمون مخاري كنقول لك كاين داك الكونفليكت ديال اش كنسميوه القرايه ديال الجينيراسيون القرايه اللي كان ديال المخارج ديال حياتي انا كاملين تعذبنا اخويا ماشي انت دابا راه كتقول شي واحد اللي جازم كاملين كنا كنمشيو معذبين اخي حمزة غادي بحال الدين كل الحبس دونك هذيك القرايه كان خصنا فريمون خصك تقرا تقول لك قرا ماشي سوق دير باك اودي سميتو دير هذا ودير اخويا شوف وانت كيبان لك واحد الفيلم وما كيفهمش داك الشيء وما كيفهمش داك المهم بقيت مع هذا قال لك ترى هالي كاين ولكن بغيت نكري لا سوسيتي وداك الشيء هو كي غادي دير لا مدبر حاكم غادي قال لي راه عندي واحد لوكا مشى فعلا الفاسي مشى ثاني ليه نار بنت لي بيسمي دونك شي ما تمي داخل ليه كيبان لي هذا فهمتي لاكوي بيرو الاول بيرو الثاني قلت لي صافي بس قلت لي هذا قال لي باقي ما شفتي حتى شي حاجه نشوف حاجه اخرى قلت لي بغيت هذا انت مالك صافي طق صوت والدين قال لي 4000 خذ لي الدرهم 4000 والله خير كنحييه والله اذا تنحييه سمي ترد تبعث الوالد ديالك يعني عطاك 3 شهور باش دير لي طرافو ديالك وداك الشيء خليته في جوان جويلي اوت سبتمبر بديت غادي ديك الساعه لونسي سميتو غادي نرجع بحالي لفرنسا ديك الساعه اونتر طون خليتي الشركه خدامه ريكريتيت لي بروميير بيرسون بدا معايا دريس نيت بدا معايا خويا كان خرج ديك الساعه كان هو في اشيم خرج من اشيم وسميتو هو اللي خدام معايا باقي خدام معايا اليوم كان مع واحد صاحبي واحد مراد كنا بجينا في الاول ثلاثه وانا دونك اربعه دونك هما كانوا خدامين من البيرو انا رجعت بحالي لفرنسا انا اونتر طون كما قلت لك دبرت على انسكريبسيون ايبيتيك ديك الساعه دخلت انتيغري ديريكتومون دوزيام اني صافي ايبيتيك هي اللي باقا ايبيتيك و لو كونسيبت ديال هذيك المدرسه ديال ايبيتيك هو ليكول 42 كيفاش جا الشوا ديال ايبيتيك كنت بغيت ندير اون ايكول دانجينيوري هذيك سي اون ايكول دانجينيوري انفورماتيك والاخرى سي اون ايكول بي تي اس شنو واش درتيها حبا ولا هذيك القطه ديال الوالد لا واش بي تي اس هو راه قرايه ولكن اون ميم طون لا ما انجينيور حزن مسميتو صافي كدوز هذاك العيبه دونك اكسبتاوني دخلت دوزت واحد سميتو هذاك العام بون قلت كنت كنقرا ديفلوبمون مع المخي ماشي ديال ديفلوبمون بلوس لادمينستراسيون سيستيم دونك ادمينستراتور سيستيم كتهضر لي على ديفلوبمون كيبقى يشوف فيك دونك دوكو كنت كنمشي كنهبط لتحت كانوا عندهم واحد الطابله البين بون دونك ما كاين غير البين بون صراحه هي هذاك هو ديفلوب هذاك هو انا الخدمه ديالتي دوزت عام تماك بحال هكا ويافي او ميم طون دبرت على ان كليون تماك ادوبتامك ان سيت دو رونكونتر فرنسا راه تبارك الله راه كيدير واحد 40 مليون ديال باقي دابا ولا باقي دوك ماك راه فريمون دونك ادوب تاميك هادوك كنشاد لهم لا بلاتفورم ديالهم كلها دونك كنت الهوستينغ ديالهم وباقي الان كليان جاونا اي دونك دوكو بديت خدام وكنقرا خدام وكنقرا واحد الوقيته ما بقيتش كنقد كنت باقي عاقل على ليبوك قسما بالله الا كنعس على كنعس عليكم بقى خدام بالليل حتى واحد الوقيته كتلقى راسك الصباح فايق
عندك كلافيه كلافيه مطبوعه مع مطبوعه هنايا هو دونك لا انا دوز سنجن جازم كي كنا صافا انا والله الا خويا انا الناس دابا كنعاقل هاد ليماج ديال راسي هكا محطوط على سميتو دوزتها بحال هكا واحد لقيتها صافي ما قدتيش باقي نجي في بين هذا يلفالي فيغ لو شو واش نحبس الخدمه ولا نحبس القرايه ست في القرايه دونك ست في القرايه كنت ديك الساعه كان عندي واحد لو شو دونك كنت باغي نخرج هذا وندير بلاص ما ندير لها فورماج باسكو لها فورماج كنت في اوتو ديال صحيح مزيان هنايا بقينا كاين ما وصلنا عند الجيران لا لا دونك قلت لك اوتو ديال صحيح اكثر من نص دونك قلت لك اوتوديداكت اوتوديداكت دونك صاتيغ لانفورماتيك داكشي اللي كيقريني بلانفورماتيك ما عنده ما يقريني بغيتي لانفورماتيك تقرا الراس هادشي اللي كاين انا قلت سميتو ندير هاد الخوك ديال كوميرس ولا بيزنس قلت لك خيرا قليل اللي معطيه هاد العباد انت كنتي كتقرا راسك انا كنقرا راسي دابا لدرجه ان تنعطي البنات باش نقول لها انت سير قرا هاد الدوره غادي تقول لك لا خويا ما كرهناش حنا شي استاذ يجي يشرح لينا كتقول لي علاش انت بروغراميتي بحال هكا خاصك تريح مع راسك تقرا نهضروا على هادشي ديال القرا باش نعاودو دويت وقدرات كنت سميتو في البي تي اس واش عندي البروف ديال ليكونومي ديك الساعه وما كنتش مسوق غير ملي كون كنت كنجي فاهم ما كنقراش كنجي فيها خمسه كنقرا كنجي فيها ثلاثه دونك ما تقرا واحد النهار قال لي اسمع ماشي قال لي امزا يفودري فير ان بو اتونسيون قال لي un jour tu vas créer ton entreprise et tu auras besoin de ça. Ah j'ai dit ah que monsieur que le jour où je créerai mon entreprise je ferai appel à quelqu'un comme vous pour faire ma comptabilité. Donc il y a خيلي قطاله. الله 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 تكون صلحت ليا ولكن اون ميم طون كيقول لك اني جامي ترو طار بور بيان فير عشني اني جامي ترو بار فوق تما جا الخير ينفع فهمتي دونك من بعد دارت ام بي اي ودارت قريت كاع داك اللي عجبني سميتو والحمد لله من ورا ما كان داك الكيو سمح شي في الدراسه صافي ديك الساعه قلت لك واحد البيتي انيكدوت جا عندي واحد التميم المهم بلا ما ندخلوا في لي ديتاي قال لي كاتي بلاصه ما تدخل تمشي كنت باغي ديك الساعه نمشي لكندا ولا هذا قال لي شوف قال لي عندك لا سوسيتي ديال تدخلك بحال تدخل المغرب ووقف على شغلك صافي قلت عتي تحلوا لي عينيا ديك الساعه تحلوا لي عينيا ثلاث ايام بلو طار حتى في المغرب لاشيت لابارتمون ريزيليت لي تروك سيت الكونت درت كاع داكشي اللي خصني دار ودخلت الحياه المغرب ويلكم باك موروكو صافي يجيك ساعه ملي دخلت المغرب ديك الساعه رجعت للدار رجعت لمراكش هذا كيبان لي ديك الساعه خويا الصغير يلاه حتى هو غادي كيكبر ونهار وما طال وكنسمع الواليد كيغوت وا يا ربي السلام عاجي قاعد كتبان لي الحياه ديالي ما كتعاود قدام عينيا قلت لهم انايا سهل الناس السلام عليكم مشيتي كريتي بوحدك ولكن ما تقدرش تمشي تكري بوحدك في مراكش لا لا ما دونك مشيت لكازا لا خايبه هذا كيتسمى التطرف لا التطرف كيسكن بوحدو في مراكش بقى الوالد يقول لك والدي انت حدانا عاشي دونك مشيت لكازا مشينا حنا لهذيك الساعه ديرو في تكنو بارك ديرو 260 لانسينا صيفطنا لا دوموند ديالنا اكسبتاوها قال لك هذا ديك الساعه على ليبوك جيتي لو بلو جون اونتر عاود اخي على ليكسبيرونس مع تكنو بارك شنو كاين ديك الساعه شنو خاص واش كتسيفطيهم لا هذا انا خرج نقول لك من الاخر ديك الساعه كنت في هذاك العام فاش دخلت انايا خديت ثلاثه تاع لي ستاجير جوج دو ستاجير فرونسيز سميتها زورا و إلين و هادو في كوميونيكاسيون واحد كونتان في الفينانس سميتو خديت لهم ابارتمون جاو جالسين خدموا معنا 3 شهور قلت لهم دبروا جوج الحوايج عندهم دو ميسيون ميسيون الاولى قلت بغينا ندوزو في التلفازه دزنا سميتو صيفطو فاكس عيطوا لهم قالوا شنو غير خصك تصيفط فاكس صيفطنا فاكس اشنا هو لو سوجي قلت لهم ان جون اونتربرونور دار هذا ماشان العباد دخل من فرنسا على هلطه داروا دار الدوري قريت 5 سنين المهم عالم دخل المغرب عالم سيمانا على الساعه كانت سميره ستيطاير الله يذكرها بخير حتى هي في سميتو رئيسه التحرير ماشي ولا مديره التحرير قالت لك اسيدي نجيو
جاو هذا الطاق وهذا ولاد متكس عليه كومونتير كيدور يعطي الفلوس صيفط فاكس شوف حنا اخي دوزيام تقول لنا شحال خلصتوهم باش دوزوكم في النشره الاخباريه وعطاوكم تسعود حسبوا لنا تسعود دقائق و 40 ثانيه ما عمر داروا لنا شي حاجه 42 ثانيه العبال قول لنا عشان سؤال الناس دابا اللي تيعرفونا انو خاي السيمو شفتك في الاخبار بشحال باش تفاهمتوا معاهم بالرب ما عطيناهم سنت دوزيام اش نقول لك واحد الحاجه دوزيام لا كاع الاخبار ما كاينش واحد اللي كيخلص فلوس باش يدوز منها وسيرتو في المباشر عرفتي شنو تكون كتعطي الفلوس دوز في المباشر عارف المباشر كيكون شي تشيك على شخص قبل ما يدوز في المباشر لا نقول لك واحد الحاجه ماشي على تشيك ولا سميتو رابعه المرات خاصك غير تسول غير تقول شنو بغيتي صافي صافي فهمتي بنادم كيبدا كتبان ليه الحاجه لا هي حمزه صعيبه امن بها انت انا السيمو قال لي شوف قال لي سولو طون باش نقدروا نميتاجيزو شويه كلشي غندوزو فيهم بثلاثه تيز كاين جو زعما في لي تخوا هادشي اللي كاين وكيفاش دارت كيفاش هذا اي قلنا احنا راه غتصايب صافي الطريق وانا ما زعما ماشي الشخص اللي باغي ندوز في النشره الاخباريه حتى الليله بليل حتى تيقولوا لي اخاي السيمو راه قالوا لنا البلاطو صعيب وراه المباشر وتيكون واحد 64 بروجيكتور مشعول عليك انت هو اللي فيك دواوه حتى اللي غادي نصيفطو ويلا الدراري وما قيلها لي حتى الليله بليلتها وماشي حتى الليله بليلتها حتى شي 9 عقلت ونقول له صافي ماشي مشكل غير يلاه عطيتهم العيبات صعدوا طرقوا مسمار سيمانا جاو عندنا دوزيام صاحبنا الاخر قلت لهم دابا غادي ندخلوا التكنو بارك قسما بالله ما قريت هذاك الشيء اللي صافطوا ليهم مي جو سي كو خدموا هذا وجدوا البيزنس بلان العباد الخربيق هذا وصافطوا ليهم داك الشيء صافي قال لك راه البيرو واجد غادي نعطيو لك في 1 اكتوبر ولا 1 اكتوبر صافي يا هذيك مشيت لسميتو لكازا كريت ريحت في كازا خدينا البيرو هذا وكدينا الناس ديال كازا دوزنا واحد العامين تماك لونسينا البيرو في الرباط اشنو دابا غير السؤال اخاي الناس اللي حاضرين يستافدوا شنو دابا مع قداش ديما جندوز قدام تكنو بارك ما عندي حتى شي فكره اشنو دابا تما الشركات كيكري ولا داروا معك شي اوف لا سميتو فالا عندهم اوفات تكنو بارك وكيحسبوا اليبو كانت تقريبا 100 درهم للمترو فهمتي دونك تيخليوك دوزون تيخليك دوزون حنا بقينا بلوس دوزون مي واحد الوقيته كنت براسك كتحتاج بلوس ديسباس هما كيقول لك ساعات ولا ما عندناش بلوس ديسباس كتهز قشي وشات كنمشي لقند واحد اخر وما تيعاونوك راه ما كيعاونوك باش كنعاونوك عندك لو لوايي كما قلت لك كتقام عليك بواحد 3000 درهم 3500 درهم دونك 3500 درهم كتاخذ دو لوكو هذوك دو لوكو يلاه غيهزوا لك واحد 6 الناس 7 الناس كتولي 7000 درهم غادي تمشي برا غادي تكري بسميتو فهمتي لافونتاج دابا ديال التكنو بارك سي كو عندك ليكو سيستيم عندك هذا التكنو بارك داك لي كليون دو ديجا تماك حنايا اوطون كو ايبرجو كان عندنا بون بارتي ديال لي كليون تماك سي دا دونك وي دوزنا وكيتنا كان ما يعابوا على تكنو بارك انه ما تطورش يعني تقريبا بقى واش بغيتي يدير دونك راه خاصك سي اوجور مي سي اون اوفر دي فهمتي بغيتي ديماري تو يا كازا عندك سميتو جو بونس كو سي كيبقى ان بون رابور كاليتي بلي مزيان زعما كيما عاودتي عليه دابا كيفونس بور كاين تراموي عندك لي سيرفيس عندك شحال حال فهمتي بور ديماري بل ما تبدا عندك اكزاكتو باسكو الا مشيتي لقنت واحد اخر هذا عندك الماء داخل الضو داخل عندك حتى انترنيت محشترفه على ليبوك داخل حتى هي المهم بعدا اومون كتبدا سميتو شويه دابا داك دابا كاين بيرو في مراكش وبيرو في كازا وفي الرباط وزدت واحد اخر مورا في الرباط يوتيوب 2010 حلينا جا الرباط 2008 ديال كازا يوتيوب مراكش وعاد ريسامون رحلنا من مراكش خدينا ديرو في البيسين يعني فيل مزيان فليكس ما نعوموش اشنو لا بصراحه اشنو اللي خص زعما تدزتو من بعد ملي خرجتو في تكنو بارك في كازا مشينا لانوت لوكال في عندي واحد جينا نديرو في قال لك شكون اللي كرا لك في كازا شكون اللي كرا ليا في كازا الوغ كنت ديك الساعه مشيت يقدر هو اللي قال لك شكون اللي كرا لك لابارتمون ديالك في كازا ملي خرجتي من تكنو بارك جو بونس كو هادشي مصدر موت وخليك الوالد
الوالد؟ اه شكون الوالد؟ الوالد ديالك. اه الوالد، اه الوالد، اه افكتيمون الوالد اللي كان كاري ليا بسخوت، انا راه كنت الوالد كاري ليا بكل شيء، وما كانش وما كانش الحق والله كيتحاسب كيجي كيصيفط لي هذا تقول لك هذا الشهر هذا. مزيان اخي مزيان باش يعلمك الرزق من طبيعته، ما كاينش ديك اللعبه ديال لقام قاده وعندي بوم كلام. لا الوالد هاد الساعه جانا كنحييه من هذا المنبر، الحمد لله شحال من حاله سميتو كتحتاجو كتلقاه. اه شاف وانت اخي انت اخي ابو الفشح قلت بغيتي تستقل ماديا ومعنويا نجيب لك خلص وريني الاستقلال اخي خلص خلص لك. لا شوف علاش علاش غادي يعطيني فابور هو لقى فابور لا تا هو سميتو سعر انفستيسمون اللي دارو الا كرا البرا اللي راه دابا غادي يخلص والله الا بعد شي حاجه مزيان هادشي اللي كاين سمعوا حتى الشباب باش كلشي يشقر عليه باللي خلص بعد هادشي اللي كاين خلص حق جاب حق جاب المصدر واش انا ولدي 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 انايا نبدا سميتو نكري ليه والله ديال ما خلصت انا على عقلك انايا مزاح قول لي منورا بقيتي في لونتربرونيا ولا شي اتجاه اخرى ولا شنو صافي انا راه تنشوف الدراسه والونتربرونيا لا صافي حبسنا بالك ساعه ما بقات قرايه هذيك الساعه من فاش مشيت لكازا هذيك الساعه الخدمه 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 2011 هي كنا اول لعيبه كبيره درنا ديك الساعه سيتي اي كان اكريديتيشن دونك اي كان الناس اللي ما كيعرفوهاش هي الانترنت كوربوريشن فور اساين نيمز اند نمبرز سي لورغانيزم مونديال ديال لا جيستيون ديال لي نوم دومين دونك اسماء النطاق بالدارجه اي كان هو اللي كيعطيك الدومين ماشي اللي كيعطيك الدومين هي اللي هي انترنت من الاخر فهمتي هي كتجيري جوج الحوايج كتجيري لي زي بي لي زي بي او لي نون دومين دونك لي نون دومين يسون جيري بار لي ريجستري لو ريجستري كي جاخي كي جات جي لا دي باش خديتو لا كريديتاسيون صيفطت لهم شي ايميل كونتاكتيتو الوغ اول مره كنت كونتاكتيت لايك ان كونتاكتيتهم في 2005 يعني انا عندي هذاك الميل اللي كنت صيفط لهم سميتو قلت لهم راه اللي كاين واللي كاين راه عندي سميتو بغيت ندير هذا صيفطوا لي قال لك اشنو خاص انت صيفطوا لي داكشي كتقرا عليك لايس كتقول اه كتقول لا شي لا ماشي ديالك داز ليام داز اكزاكتومون 6 سنين عاوتاني جبت هذاك الايميل وقلت اجي نشوف دابا واش نقدروا نديروا اي فينالمون سيتي باقي ديك الساعه ما كان حتى شي واحد في المغرب عنده هذيك لا كريديتاسيون كاين الوراق وكاين الفلوس ولا الوراق الفلوس والوراق من القضيه كانت هذا كان ديك الساعه خصك تحط 70 تكون عندك 70 مليون في الكونت ويلي حنايا 70 مليون باقي لها الصوره وهذا دابا جوست بور الواليد مشيت عند الواليد مسكين وعطاني قلت ليه خاصني الفلوس نحطها في الكونت بان لي 70 مليون ونرد لك فلوس عطاني مسكين 70 مليون حطيتها في الكونت خرجت الغلوفي فيه زبينه فيه 70 مليون صيفطها لهم حيد 40 مليون يعني اخي ابو الفتح حتى انت كنت كتكونسوم يعني راه كانت عندك واحد 70 كا باش بعتي لا لا شوف ولكن يعني كنت كتصرف لا ماشي كتصرف كنت انفيستي كتانفيستي ولا كتصرف؟ لا 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 ما كانش كتانفيستي هي راك انفيستي في لابواط كتصرف هي خوتنا اللي كيمشيو كيطيحوا زعما كانش هذاك الهرب باكا فهمتي يو يو نمشي للسواريات وداك الشيء اي دونت نو لا لا ماشي كاين من غير السواريات كاين اللي تيشري مثلا احسن تليفون واحسن شيء ديما نشوف الناس ام كلثوم ولكن شوف من غير سميتو هذاك زي شحال ديال التليفون كاع كيطير كيهضر التليفون كيهضر عاد واحد 2000 اورو شي حال وسهل ما كنهضروش لا ولكن اخي ولكن لا تنقول لا تنقول لهم راه البدايه ديال لونتربرونور يعني ما يدير ب 2000 تليفون ديال 2000 دولار ولا كتلقى مثلا انا كنعرف واحد الصاط اول 100000 دولار ديالو دخلها شي تيشري جاكيطه ب 5K 5000 دولار غير كل مشتاق الى باق اخي هذه هي اللي دوينا على هذيك المره ديال كيفاش كتجيري السوكسي علاش كتلقى شي واحد وصل للطوب السوكسي وكيمشي لا دروك ويمشي ما نعرف شنو وصل لواحد السوكسي اللي عقله اصلا ما كيستوعبوش واللي خايب هو يكون عندك انا هذاك هو الهدف لا 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 انا سميتو الانتربريز والهدف ديالك هو ديك الطوموبيل الهدف ديالك هو داك التليفون ولا تما فين كيتخربق السيستم شوف اما الا كان شي واحد هما كيتخلط لك كيتخلط لك العريض هي كونسيكونس كيجيو في الطريق ولا جو مرحبا شوف كت الفلوس دابا نهضروا في الفلوس فلوس زوينين ياك تجيب لي خنز الدنيا هادشي يسميوه خنز اخا هذا بغيت نكون خانز انا ديجا خانز انا اخا ابو الفتح حمدو حمدو شاف الفلوس اخويا
فلوس دوزتهم شحال هادي كنقول لك فلوس دوزت ماشي الملايا الفلوس عاطوني ديك الساعه اللي باقي كنقرا متبقاش عندي فهاداك الدير ما كاين يا ابو الفتح بقى لي كتقول لي والله ما عندي بالرفقه يا ابو الفتح الحمد لله حقاش حتى راه مشكله في المغرب عاوتاني بنادم ما تيبغيش يقول عندي الفلوس دوزت الفلوس تقول لك لا اخويا والله انا نقول لك لا دابا شتي دابا الحسقه ونلقاو الدار في الزنقه غادي نقول لك الكونت ديال مول الاولاني زاوي الكونت الثاني زاوي ولكن الحمد لله لا ولكن زاوي زاوي اجي اجي ولكن شنو هما الاسيس اللي كاين واسمح لي عاوتاني الزاوي الزاوي غنقدر انا كاع نجبد اليوم دابا عندي ناقص 23 درهم وريتها لك ولكن اخي ما نبقاوش نكرو عاوتاني لا راه كنقول لك الامه ديال الاسيت لا شنو الاسيت دابا حنا في الاسيت وديك الاسيت باش غادي ديرو راه غادي ديرو بالفلوس هو باش دير الدار الاولى والبيرو الثاني والبيرو الثالث والبيرو السابع والبيرو هذا ويعني دونك تماك دونك جوكو انا افيكتيفمون وجاي سايكل حديد وجاي من مراكش للرباط عادي واحد اخي يسمع الكونت زاوي كونت زاوي ما عندوش لا انا نقول لك الكونت زاوي علاش الكونت زاوي باسكو انا كنزوي الكونت هو عارف الكونت تحط في المشتريات خصها بصح ماشي شوف انا نقول لك انا ما عندي ما ندير بها راه سميتو الفيرما تلاحيت ليها اللي باقي يمشي للفيرما الفيرما تلاحيت فيها غادي نقول لك طحنات فيها واحد 300 مليون في واحد الظرف ديال 6 شهور عاد داك الشيء تمشيو فيها انفيستيسمون يو دونك دوكو تكون ما درتش الفيرما انا غادي تحل الكونط هاد الخافيه 300 مليون سيمون تيقول لك زعما ماشي كيسو شحال عندك في الكونط مرات الحمد لله زعما لا الحمد لله خرجات واحد اللعيبه بيان سور نقول لك واحد الحاجه كما قلت لك انا الحمد لله عارف راه يامات راه قبل ما تكون سمارت فون وداك الشيء راه يامات كحلو بيض كحلو بيض هذيك 2005 15 عام 16 عام وحكنا بحركين الصح عالي الحمد لله دونك هاد العباده ديال الحرك الصرف خصنا نهضروا عليها واحد شويه ديال راه قلت لك راه الواحد خصو يفرق بين اونتربرونور مقاول ياك وهيت اندرا اللي هو واحد اللي ايفيكتيفمون كيقلب على الصرف باغي عاد تبغي يربح فلوس في الانترنت عاد تقول لك تبغي يربح فلوس واش باغي تربح فلوس في الانترنت تمشي جوجل ما تيقلبش على الشغل في الانترنت تقلب على ربح المال من الانترنت باغي سميتو وباغي يربح دونك لونتربرونور ملي كيكون خدام ما كيقلبش على الفلوس كيكون خدام الفلوس تيجي واخا الفلوس كيجي لا ولك حل المشكل دابا انت حليتي المشكل ديال لي دومين ما عمرش واحد حلو في المغرب دار ماشي ما حلو سميتو داروا كاين بلاد بارمي الاولين افيكتيفمون اول واحد خضر بديت في سميتو لي نون دومين هذا مثلا نهضر مثلا على لي بوينما عندنا 20% ديال الماركت شير اللهم بارك شي حاجه نمبر 1 ديال نمبر 1 شحال تقريبا من دومين في هذا الشيء 50,000 دومين بين اللهم بارك اللهم بارك دونك حتى هذا السيستم ديال لي دومين ديال لي بيرجمون حنا في المغرب عندنا في الثقافه ديالنا ديال هذاك اللي كتشري من عنده خصك تكون كتعرف هذيك لي بوك لا لا الحمد لله شوف خدمنا بزاف على مثلا الحين كنقول لك الانفستمنت جينيوس وانا انفيستي انورمومون غير في الكوميونيكاسيون والماركتينغ الغرق الفلوس الغرق الفلوس وكنا كنا الفلوس هذا وديما ديما ندير مخارج هذا ديفيسيتير سبع سنين ديال ديفيسيتير ولكن نهار فاش بدينا كنربحوا فلوس الى يومنا هذا كل عام كنديروا الحمد لله مي دونك جوكو هذوك الفلوس اللي كنا كنسميتو كتخدم بها على البراندين كتجي كتخسر ديال ماما كومبان ماركتينغ 50 مليون كان باقي عاقل نخسر فيها و و 10,000 درهم قاده ما كتدخلش منها يعني ولكن هاد ستيل براند اورنس بقات في العقل ديالنا دونك انا ديك الساعه باقي عاقل في 2015 قادت لايني اختي داكشي ديال البوينت داكشي ولات نتميتو تحطوا لي ستاتيستيك تحطوا لي فاكس ها الفاكس تحطوا لي ستاتيستيك جينيوس 6ام كنا حنا 6ام كانت ماروك تيليكوم ديك الساعه عندها 29% ديال الماركت شير وكانوا سي ماروك تيليكوم غير ما جابوهاش لانهم شداد جابوهم لانهم غير كانوا هما اللي كانوا سميتو دونك نتفق معاك دونك جوكو مع عاليه مع سميتو داس ليام 2021 ولينا نمبر 1 حنا سميتو دابا ملي كتولي نمبر 1 مشكله اصاحبي علاش ما كاينش معايا من الدات لا كتولي لا ما كتلقاش معايا من الداك ولكن كتولي رد البال لان خويا يجرب ولا تلحقين عليك هذاك الزيفك واحد اخر راه هو اللي حداك الزيفك
اقترحنا في القهوة حنا زيكم مع وليداتهم الله يلشوف رحنا أنا باي دوي كندوب حالكم كنكونوا مريحين هذا هو اللونجاج ديالنا هادي هادي هادشي اللي كاين دبر فنان شي بدي يقول انا غنوصل الرونه الرونه راه المصيبه اللي كتوصل ما تقدرش الرونه حوايج كتولي باغي تكاع داك الوصول ديالك وتتولي تتشوف بانك راك عليك مسؤوليه انت هو الليدر وكتولي عاوتاني كيجيك واحد الغضب الغرور كتشوف تقول انا كاين بوحدي دونك شنو 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 كدير فهاد اللحظه راه كاينين واحد 10 ولا 20 كتبان لهم جينيوس كيقولوا حنايا جينيوس غادي ندير ولكن اللي زوين دير شي غلط ولكن اللي زوين اللي زوين سكو حتى كتولي موديل اللي خصو يطرا كاع باش نقول في اي لعبه نقول له في لي ستارت اب خصو انفيستيو في الغوشيرش ديفلوبمون يعني ماشي كتطلع انت الفوق وتقول لا خليك غادي لا شوف شوف كل حاجه اللي كتخليك بالعكس راه الشيء هذاك خونا اللي كيتنافس معاك هو رقم 12 اخي خا تكون انسبايرا شي حاجه زوينه تقول راه انا خاصني حتى انا واحد النهار وكيشوف حمزه ابو الفاتح راه شي حاجه مزيانه واخا يكون رقم 87 لا باش كنا كنامر كدير ليه داك الفار ديال السيفا نامر 6 اصعب حاجه هي دوز من زيرو لواحد اما دوز من واحد لمليون هي مليون مضربه في واحد اما اصعب حاجه هي دوز من زيرو لواحد دونك هذاك لي كلاسي 87 راه داز من زيرو لواحد لجوج ثلاثه غير يزيد اما اللي مزيان في الاستوار ديال حمزه هو الزيرو لواحد داروا ورجع ليه وداروا ورجع ليه وداروا ورجع ليه باش تلونصا وهذاك الواحد الاخر شد وكسيده فيه لا الحمد لله زعما سميتو بنتي كتبقى خدام اكثر راه كنكون شت كتقاتل راه راه كتشوف زعما كاع التماره اللي ضربتي كاع على سميتو كتقول بعد مرات وحق الله الا كتجي كنبدا نسول راسي هذا السؤال هادي ديال واش زعما دابا عادي زعما ولكن اون ميم طون راه خدام راه دان كوتي راه لو بروميي بيزنس خدام دان لوت كوتي لو دوزيام بيزنس اللي خدام فيه لو توازيام بيزنس راه انت كتخسر فيه زباله الفلوس انا مثلا غنوصلوا للغيستورون نهضروا على الغيستورون الغيستورون مثلا راه غتكون مشات فيه ما مشات فيه غتكون مشات فيه 500 مليون 500 مليون ديال الخساره 6 سنين وحنا كنسميتو باش تبقى الحياه ديال لونتربرونور وما تيشوفوا غادي تسناوك غادي تسناوك ملي تولي تربح ماشي يشوفوك ديك السنوات اللي فاتت ملي كتجي كتشوف كتقول واحد الوقيته راه صافي راه جي ميريتي هذاك باسكو واحد الوقيته ملي كتقولوا وصل راه صافي راه وي راه فينالمون سي بلو لو ميم ايفور باسكو راه بونك عندك تيم على قدها اللي خدامه معاك اتسيتيرا التمارا ديال سميتو كتصاغيب اوكازيونيلمون مره كيوقع شي فيلم باقي خصك لا بدا سميتو اوبليجي باسكو انت كتبقى هو سميتو مي زعما ملي كتجي كتشوف التمارات تضربات في الاول فهمتي في الاول دابا غنكون نقول لك دابا زعما فريمون ولكن اون تيرم دو خدمه غنكون واحد 10% ديال الخدمه اللي كندير دابا هي ما بارابور شحال هادي بارابور شحال دابا كتكون حتى ديك التماره كتكون انت مختاريتها ماشي بحال شحال هادي كتكون مجبر اخاك لا باطل شنو هاد اللعيبه ثاني مجبر اخاك لا باطل تنقولها زعما كنضرب تماره ولكن ما عنديش بحال دابا شحال هادي في جينيوس ما كانش ما تقول ولا هادشي ما عندي ما ندير به صافي اونكاج صافي اكزاكتو ما راهش يعني بزاف كضرب تماره هادشي اللي كاين ديك الساعه اللي كتكون كضرب تماره ما كتبقى كتفكر في الفلوس ما اونكور اون فوا الفلوس راه ملي كتكون خدام ملي كتكون هذا الفلوس ما خصهمش كاع يبانوا لك في السميه نتيجه هذوك هادي جايين يخدم اكزاكتو الفلوس الريورد كيجي كي صافيني باغاري الريورد قول لي اخي اي كانت نتوما هما الاولين الاولين في المغرب والخامسين في افريقيا شي حاجه مزيان من وراء شنو الوغ الكلاود درنا سميتو ديك الساعه لا بروميير بلاتفورم لا بروميير انتربريز مع الكتاب ديالك from start upper to a cancer fighter انا جينا خايد دابا تدولنا على بارتي ستارت ابر غادي نجيو خايل الكانسر فايتر ديك الساعه جا مورا الحج لا ديك الساعه سميتو راه 2013 في هارفارد برنين مان والحج هادو دابا ذاك العام كان زوهر برنين مان 12 ويلي ما تفكرنيش كيفاش اخي ساليت السواريه مشيت للحج تريبيت فيها معلم تريبيت يتسملو فيها شي مخشي شعر واحد السواريه كبيره هذيك السواريه كانت هي
هي النهايه ولا اش نسميها لا قرب زعما بنتي هذيك الاهل هذيك اللعيبه ديال انلايتمنت كتجي مزيان اخي اش علاش كتني كتكون مصرفق كنت والله هكا فهمتي كيبان جالس كنقول عاودنا اخي هذيك السكريبت واحد صغار يا صاحبي كي لا ودونا دونا لا لا انا ما ما انا ماشي ديال الصغاريات ولكن انا نقول لك شوف انا نقول لك هذا عبد الله بي عمره ما كما عمره ما شرب حياتي مشتركه اخي الله يلا تبارك لا لا قارو لا سمين مزيان لا لا ولكن انا القضيه ديال الانلايتمنت قلت لك واش استعملتي شي حاجه اخرى كذا انا جايك علاش شنو طرا في ديك ملي قلتي لي انا اخويا تخشيتي ضربنا لي ليست وشنو شفتي زراين جا زراين تما اخي كنت ماشي انا ماشي لي ليست دي ولكن اش نسميوها كنت المهم واحد النهار كنت باغي نمشي ندير لا يواسكا شنو هاد اللعيبه ديالو ايواسكا شنو هي واحد اللعيبه المهم حتى تشرشب قول انا عاد كنت جيت لويس لويس تمشيو كترجع جيت شفت الاخر ورجعت ضفيت جوج عندك صافي نهار دريزات جيت للسفاره ديال ديك البلاد واش معروفه المهم بلا ما نسميوها قالوا لي علاش باقي تمشي قلت لهم باغي نمشي ندير لي لا يواسكا ويقول لي داك القنصل غادي تنوض تمشي فحالك المزيان اللي ندير معاك ما غاديش نحطك في الليست اللي مبانيه تدخل عندنا باقي يلا قلت له علاش عادي انا قريت في الانترنت كذا قال لي شوف راه ممنوع قال لي ما عمرت جي عند شي قنصل تقول لي هذه الجمله كذب عليا قال لي غادي نشوف هذا المونيمون شي حاجه وانت ما قال لي بحال جاي عندي شي بحال شي اخر عاد فهمتها بحال مشيتي جبال تجي للمغرب ويسولك شي قنصل ويقول لك باش غادي للمغرب تقول لي باغي نمشي نضرب شي جوان في كتابه ديك القنصل شنو تيقول لك والله الا مشيت بحال هكا قال لي هذاك شوف مزيان اللي غادي ندير معاك ما ما ماش نحطك في لا ليست نوار سير لا تبقى جيت ما عمرني نشوف كاين هنا صافونا نقول مشيت عند شي صحابي مراكنا دوك تيسافروا بلا بالباسبور انا اللي خاصني فيزا قلت لهم واش شنو طرا ما يمكنش نمشي معاكم قالك لا مشاو هما رجعوا قالوا لي هضر ملي مشينا تما لديك الدوله راه تلاقينا مع شي سيطان قالوا لنا راه باو يجيبوا دوك المواد وبغاو يدوزوا لبالي دوز تحضر معنا في بالي الاخر ديال 2015 البدايه ديال 2016 مشيت لبالي تلاقيت مع السيطان المهم كانت واحد الحفله مع كذا الحفله الطقوس الدينيه ماشي الحفله ديال المزيكا يا معلم المهم بان لي بنادم مشرب اللعيبات حتى انا شربت وتيبان لي كلشي معاه واحد تيسموه شامان شامان كلشي معاه واحد الشامان المهم كلشي مع داك الشامان وانا تشرب ديك اللعبه ومريح بحال هكا وتيبان لي خوتنا بداو تيسافروا تيبان لي خوتنا اللي جالسين بداو تيدويو وتنقول له الصاد خاصني تزيد ليا راه وما راه قال لي شتي انت ولادي تفزع اكبر قال لي انت ما كتكمي ما قلت له ما عمري ما كميت ما كذا تنقول له ما يمكنش هما بداو تيشوفوا شي عوالم اخرى انا باقي مريح انا غير هنايا ويقول لي لا هيتبت راه الا ست راه تكارما واحد الوقيته معلم تيبان لي راسي في واحد لابول وتيبان لي فهمتي مسافر صافي مشى هذاك الكون فاش كنت انا عايش بديت مصافي المهم قصه خي طويله لقيت راسي في واحد الشوالي صافي ملي تلاقيتي مع الشامان عرفتي اخي واحد السيده كنت كندوي معاه المهم اخي قصه عرفت رجعت منا واحد اخر وفي الاخر ديال تما تنقول باغي نرجع انا غير للحياه اللي كنت عايش عرفتي مع داك الشيء طول مع الترونت مع كذا مع اول مره اشوف اول مره كتكون بزاف ديال الاسئله جاوبت عليهم عرفتي راه جيت اصاحبي ملي رجعت للواقع اي واش شحال طيب لا لا صافي مجي شفت عزراي مجي تقول يا ربي نبقى حي لا لا خلي الاكسبيرينس ماشي شي واحد اي واحد يعيش بالترب ولا لا لا يو نيد تو بي تكون تكون ثقيل واحد شويه باسكو ماشي سمي داك الشيء شوف دون دو ذات لا بعدا انا الاكسبيرينس اللي قلت انت يقدر خلي لي سدي يمشي شي واحد يفنفن يمشي يطرقع من هنا ولا شي حاجه لا انا ما عندهم منين يجيبها ويتهار يجي شي يظهر لي ديبان كي سمي داك الشيء قلت انت تهضر معايا قول معايا قلت لك حبيبي قلت لك انا هذيك الاكسبيرونس ديال سميت راه على صافي ومن تما الحج شهر من بعد كنت في الحج يا سلام العمره ماشي الحج ماشي العمره الحج ماشي العمره سيدي فيرون زعما نجي نقول لك الحج راه بحال العمره بحال هذوك الشيء لا لا الحج الله يخليك سميتو انا كنت ساعه كنت ستي ديجا بريفي كنت ديجا في كل الحج راه كاعشي فيها القضيه فيها الجامبلين وداك الشيء القرعه وداك الشيء بحال غتمشي للحج ولكن راه ني راه تمشي للحج
المهم دوز قلت لك واحد الصواريه احمي قلبي احمي قلبي عالم لا فريمون سيتي سيتي هذا وكما قلت لك بديت قلت لك اللعيبه تاع شو غو ديفيني اش كندير حيت كتبنا كتقصر كتقول اش كندير هنا اشنا هي الدنيا كاع اشنو عرفتي كتولي تو بوز دي كيسيون فشكل جوج ديال لي كونكلوزيون كنت دخلت بهم قلت انا ما باقيش باغي ستريس ما باقيش نمشي كازا نخرج منها رجعت بحالي لمراكش ساعه عام دابخي دخلت لمراكش اي صافي كتجي كتقول فينالمون سي سير كونكلوزيون الثانيه شد معاك كونكلوزيون الاولى تخوي ستريس تخوي سميتو تمشي هذا كونكلوزيون الثانيه عرفتي ديك اللعبه تاع عيش 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 وما تحضيش مزيان ديك العيش ما تحضيش ما باغي نكون هي بخير وعلى خير في مخي مزيان ما خاصني حتى شي حاجه اخرى ولكن صعيب ماشي ملي كتكون فيك هذيك الشوكه ديال الا ما درتيش شي حاجه ما تكونش على خاطرك دونك هي هذيك صافي دوز سميتو قلت لك ان موا بلو طار مشيت بحالي للحج دوزنا واحد الحجه مبارك مزيان اللهم بارك الله يجعلك يا ربي امين اللهم دونك قلت لك سميتو الحمد لله داز هذا صافي هي هذيك العام دابخي الحج سميتو الحج قلت هذا صافي بركة عندنا من سميتو من كعارف شي ديك الساعه سميتو دار خصني ندخل لسوق راسي هذا الله يجيبنا شي يجيب بنت الناس جابنا شي جاب ربي بنت الناس المهم هيت النوار راه جوج هادشي اللي كاين في العام دابخي فهمتي ديك الساعه سميتو 2014 تلاقيت بالمدام بحال في اليوم مثلا اليوم 10 ايام بلو طار جبنا ويت نديكونيكتي كاع حتى هذا حتى دقيقه طلع الخوت صبر حتى نجلها جايز صافا بخير سوري جايز تقطع اللايف كما تنسميو المشكل اللي كيطرا ديما رضا قال لهم مازال تيقول لهم راه جاو الفضائيين جايز ما كاين لا فضائيين لا والو تيطرا واحد المشكل في انستغرام اي هوب ما يبقاش يطرا عاوتاني تيطرا لنا خي نهار هي نهار لا تسناو خي ابو الفتح الشباب يرجعوا جايز سوري طرا واحد المشكل في انستغرام فين نجي نكملوا اخي نجي نكملوا لورنينغ مان الحج صافي تلاقينا المدام دونك تلاقيت معاها اليوم دازت 10 ايام جبنا لها الرينغ 10 ايام مزيان اخي صافي ملي كتنوي المعقوله اخي صافي كنسينا روبلات كتبدا سميتو مين فيلم حدا اخر هذاك دونك سميتو 10 ايام اخرى تلاقيت مع با قلت لي راه عاد دار الرينغ قبل ما كاين لا با ولكن ديال امريكا مزيان ديال ويليوم اريمي صافي دخلت معاك اليوم ماري مي بديك هكا ولا لا لا ما وي يا شاب لا غون جاي على البون واحد شاب ديك الساعه كانت تحضر لي مويا صافي تلاقيت معاك كومنت صبار جايز نديرو تورن اوف كومنتس شد التعليقات سد قال لك وقفنا في الزواج صافي ثلاث شهور بلو طاغ صافي خدينا غراض درنا الويدين اللهم بارك اللهم بارك العراس هي في مراكش ولا في كازا؟ في كازا مزيان. كازا كتمشي هي بنت اسبي انا مراكش كتمشي سميتو زون اش كتسمع هذيك؟ زون فرونش كازا مزيان صافي دونك تيريتوار انترناسيونال درنا هذا مشينا من ورايا فاش جات هارفرد مع الحج كان فاز ميدو كان داير عاتن اون بوكس اين السنه 2013 ناض 2013 عطاوني سميتو دونك جوكو من هذوك لي تروك داكشي لي البيركس ديال هاد اللعيبه هادي اون بوكس لهارفارد صافي ديك الساعه كان صيفطوا لنا الميل قال لك ديك الساعه كانوا بزاف ديال سميتو كانوا شي 20 واحد
صافطوا الميل مع 12 الليل مع 3 الصباح لقيتيني صيفط لهارفارد الابليكيشن ديالي جيت عاودت لهم حياتي طقطقه اللي كاين هذا درت سميتو واحد اكزيكوتيف بروغرام على الايمرجين ليدرز دونك قراني واحد كونديدا على بريزيدونسيال ديال بوليفيا كان فريمون واحد السيمينار فريمون مريقل شحال ديال البريود بخف داك الشيء ديال كتسمى هذا في واحد ساعه شهر طق طق المهم شحال سيمانه شهر بحال داك ستيل سميتو داير ديك 12000 دولار هذيك سيمانه ديال العيال شنو هما اللي خلصوا هذا هما اللي مخلصين اللهم صل وسلم سميتو تكلفوا كل شيء كل شيء البيضاء ديال العيال كتمشي طويل الحمد لله دونك بخير على خير صافي هذيك رجعت بحالي رجعوا دونك جو كل الاعداد جبنات علينا داكشي المدام طبيبه هي ابري وقعت الفاجعه شنو كيفاش عاودنا اخي الفاجعه باش يعرفوا واش الفاجعه هي الفاجعه خصت بالكونسير كيفاش اخي جا التشخيص الشخصي شخصي هي شنو بالفرنسي والانجليت تم التشخيص شنو كتقول دايغنوستي دايغنوستي ويد دايغنوستي شخصي دايغنوستي شخصي دونك فوالا دونك كيفاش سيدي وقع هاد اللعبه هادي ديال الكونسير ديك الساعه انايا سميتو واحد اللعبه ما هضرناش عليها من 2012 ل 2014 راه جيت لقيت ما كتا واحد شابيت سميتو 6 باكس دونك نحبس دابا سميتو واحد النهار طلعت سميتو في الميزان طلعت 115 كيلو الله قلت شي تمشي ل 6 باكس دابا سميتو 6 باكس صافي دونك ديك 6 باكس دان كنت تبرمجت ولات الحياه ديالتي بازي فهاديك سميتو على الهيلتي سبور الهيلتي ماشي هذاك ديال الحفير لا لا واش الريال هيلتي ولا الهيلتي لا الهيلتي كنت كنشوف دوزت واحد العامين ديال ماركشي ديال ايرون مان ايرون مان يموت داكشي اللي كان فريمون كنت فهمتي سي سامبل عام ونص كان فيها ستيرويد ولا ما كانش لا 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 قداش معاه قد ربط ليا هيلتي بكذا قلت لا 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 فريمون سميتو ما كان حتى شي حاجه من داك الشيء القص والسبور قص والسبور كنت كنجري 15 كيلومتر في النهار اللهم 7 كيلومتر ونص الصباح 7 كيلومتر ونص العشيه كنت كندير كنتلقى سميتو سيري في 40 مينوت ابيزود ديال 40 مينوت كنجري مع سميتو مع الطابي الصباح وفي العشيه كنت كنفيق مع 5 الصباح كتلقاني ضرب ساعتين ديال السبور مع 7 الصباح نايل عاد باش كنسميتو باش كنمشي للخدمه والله دونك فريمون كندير داكشي كانت الحياه ديالتي قلت لك بازي على هاد اللعيبه وشحال ديال البيريود بقيتي شاد عام ونص عام ونص باش نوصل للاوبجيكتيف ويكون اخي وصلتي وصلت 78 كيلو 115 ولا باقي حمي قلبي كيفاش كاين ولا ما كاينش تيز كيطيح كيدوز هذا اللهم بارك اللهم بارك لا لحقاش نزلت 74 وما كاينش 6 باك لا ولكن كنت فريمون كنت فريمون ماشي غير القص فهمتي هذا والسبور كنت فريمون هذاك السبور ديال نهز البروطه وديال سميتو قلب الروايد وداك الشيء اللي كاع داك الشيء اللهم بارك لا كنت كنت في كازا ساكن باقي في كازا صافي يا هذيك اسمي دونك جوكم يتزوج سميتو خاصني نوريك ولا ديال هذا بلا ما ضرب الكوستيم ديال المهم غادي يكون اين على بول واحد لابس ديك الشيء ديك مين بما كاينش صافي دونك وصلنا بعدا التصويره ديال 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 العرس كيبان لك باش تقول هذا راه تقول انت اللي خرجتي عليا صافي يا هذيك غادي سمعاتي بان لي هذه الليله هذا خيب ما عرفاش في الدار غادي دونك واحد واحد التصويره في الانستغرام كدور واحد خونا ناعس في الجرده ويقول لك المهم وانا ربحت واحد النقاش مع الزوجه ديالي هذيك النتيجه ديال كدير معشي كومبليك صافي الكلاش صافي هذيك دونك دوكو انا ملي تزوجت كنت فريمون هذيك اللعبه تاعتي هذا وبقيت ميم ابخي سميت صافي هذيك فاش طق مرض دونك هذاك اللي كيقول لك راه سميت وكي خصك تكون هيلتي وتكون هذا باش تكون اون بون سونتي انا ملي كنت غريض كنت بصحه جيده لا لا هنا هنا ولا هنا مرضنا لا لا باش ما نعمم واش اخي كلشي يقول لا شوف داكشي ديال الله يلا صافي دونك كما قلت لك المدام طبيبه على واحد النهار فايق
عندي هنا في عنقي عشانية ولا هنا 12 هنايا هي كتبت لي كان واحد اللعيبه وي صافي على هاد اللعيبه جا سيدي تنفخات ليا هنايا ايوا صافي دونك المدام كت شافت لي ديك اللعيبه من فوخه قلت لي راه شوف هادي واحد اللعيبه كتضري هي تبدلوا فيها الالوان عزيزتو قالت لك لا هذيك اللي كنت طالعين الاسفي عند لي بارون ديالها قلت لها قولي اودي راه والو ما كاين حتى شي حاجه ماشي انت عادي يعني تتمشي كل شيء الوغ كنت ديك الساعه باقي عقل عليها بحال دابا كنت كل نهار باقي كنجري وهذاك النهار نوض كنجري ما قدرتش نجري الطاقه كتمشي ما قدرتش نجري كنوقف فوق هذاك التريدميل والو مخي باغي يجري والركاب وسميتو الزدري ما كاينش صافي دونك هذا مي جي با في قلت بتاتكو كنجري كل نهار عييت الجسم بغا يركوب اكزاكتومون دونك شافت لي القضيه بحال هكاك هي تقول لي سميتو خاصنا نشوفو الطلاب ديما كيمشيو مع حاجه تنفخات راه غادي تبيز ما عادي زعما دابا ندوز هذا كان مغاربه صافي الطاق صافي هي كتبان لي هذاك الشيء مشينا الاسفي مشيت هذا كان مشينا عند الدار هذا نسيبي حتى هو نسيبي هو راجل اخت المدام لا راجل اخت المدام مون بو فخير تا هو كيتسمى نسيب دونك نسيبي تا هو طبيب نسيب كبيره وطويله الثاني سميتو لهذا لوبيتال خدمه في لوبيتال الثاني درت ديك الساعه سكانر على صدري صافي خرج سكانر ابيض وصات تبدلو فيه الالوان ما عرفتش سميتو قال لي لا ما كاين والو قال هنا ما كاين والو صافي غدا بحال هكا كان الويكاند كان باغي في اسفي ديك الساعه قال لك سير تمشي لمراكش ديك الساعه دير سكانير دير هذا صافي ديك الساعه درت ان سكانير بان زعما داك الشيء مخربش في سكانير اون غرو شنو كان كانت عندي اون تيومور قد اللاحة وكانت هنا في صدري فريمون قد هكا فريمون كبيره فيها واحد 23 سنتيمتر على شي 19 سنتيمتر كانت فريمون انورم لا على 13 سنتيمتر 13 على 23 كبيره اي شنو كانت كدير كانت كومبريسي ليا صدري دونك ملي كنقول لك راه نايض نجري ما قادش نجري باسكو لي بومون كومباسين فهمتي اي دونك دوكو شنو كان خصني ندير كان خصك دير ندير هاد اون بيوبسي دونك حيدوا هاد اللعيبه هادو داروا ليها لاناباث ما عارفوش سميتو طلع هوتشكين دونك شنو هوتشكين سي ان كونسير كي توش بحال قلتي ليمونيتي المناعه اللي هذا دونك هادشي هذا كلشي داز في سيمانه فهمتي انا في الاول كان هذا مع داك لو تيرم انت كيفاش جاو قالوا لك هاد القضيه هادي ديال راك تشخصتي كونسير المدام اللي قالتها سميت درناها سميتو بزاف ديال لي هذا المهم ني تدار تدار هذا مع داك اللعيبه ديال الكلمه ديال كونسير اول مره غنسمعها شفنا الريزلت ديال لاناباط انا والمدام والوالد كيقرا سميتو هذا لو تروك وي بان لي الوالد داك طاح في الارض وكيبكي اي عرفتي وديك الساعه اجي كون خلعك اكثر ما انا يا بو ما كيقول لك راه المرض هذا الدواء سميتو الدواء شنو هو الدواء واش كيميوثيرابي والراديوثيرابي وانا هذيك لعبات اللي كيبان لي الوالد انايا طاح تصرف كنقول لي اجي سميتو هي فاش قال لي كونسير وانا نتصرفقت انا يعني وات الكونسير العاود ايوا صافي دونك سيتي فريمون واحد مي شديت لا شوز فهمتي بواحد الطريقه ايجابيه لا مازال ملي جاك الكونسير شنو الافكار اللي درت عجيك لعبت غادي نموت ولك والله اخويا زعما فريمون لا خلي الموت راه كونسيكونس تقول صافي هذيك لا فان ولكن شنو الافكار زعما فاش قولي قولي يا سميتو كانت عندك الفكره ديال غادي نموت ولا كانت عندك ديك الفكره ديال ما غاديش نموت لا وي ما كان عمر ما شوف قال لك كدا انا عندي هذه الفكره هذه كنت كنموت وكنقول لا ما غاديش نموت اصلا سيرتو على كنا صراحه اللي زاد لي الثقه هو الطيرون دابا كنت تفرقعت لي المصرانه الزايده في السعوديه وركبت في الطياره عرفتي ما حطيت رجلي في الطيرون وانا نقول مستحيل نموت انا صافي وصلت للدوله هادي اي موت هو ما نموتش انا المهم يزيد تعاور بالي انا سميتو هادشي قال لك هذاك لي موفيز ايغ نو كريف جامي هذاك دونك انا قلت انا صافي زعما
ديال الدنيا فهمتي كاع شنو هذا قال لك خصها الدواء ناخذ الدواء فهمتي ولكن فريمون كاين الحمد لله كان داك الايمان الايجابي ديال ما غاديش نموت انا حياتي كلها بحال هكا اش كندير ما غادي وخرت غير نموت دونك خلينا انا مامن ما غاديش نموت ولا مت ثاني قال لك ستيف جوبز واش هو اللي قالها ولا شي واحد معاه قال لك اسيدي ليف ذا داي از اف ات واز يور لاست سام داي يو ويل موست سيرتينلي ويل قال لك عيش الحياة عيش نهار آخر نهار واحد النهار غيكون هو هذاك آخر نهار وانية آخر نهار صافي دونك دوكو أنا فغيمون خديت الحاجة فغيمون واحد الطريقة ماشي إيجابية مي صافي سيدي ربي عطا الدواء لا ولكن تقدرتي عاون هما زعما الأطباء تيقول لك راه تلا زعما تلا الإحساس بسيكولوجيك ديالك أييه سي شوف أنا واخا هكاك الحمد لله فهمتي سي بحال قلتي صاوغي بو إتخ غاف ما ماشي تعرف سبارتاكوس ياك سبارتاكوس واحد لا سيري لا سبارتاكوس المهم ماشي الفيلم لو لا سيري لا سيري هذاك لاكتور الاولى ديال لا سيزون 1 جا لو ميم سميتو مسكين كوفش دونك دو كول كوفش يعني مات راه لا ويتي ويتي ما انا فاهم كوفش دونك مات انا من مراكش الناس ما يفهموش كوفش دونك سات كوفش لو ميم اكزاكتومون لو ميم تروك دونك دو كول كان صاوغي بو اتر أريد أن أتخفى من الحمد لله ربي أربي شحال من المواخضة ديال الطريق 9 شهور تقريبا من أوت 9 شهور كان مارس أفريل هار ماشي ميو تيرابي أخي دوز سميت بالروج ولا كيفاش كنتي كتحس even I know is hard to describe the feeling ولكن نقربوا الواحد باش ملي يشوف دوك الناس ديال السرطان مثل الله كدا يحتارموا يقول لا راه خليت زعما فريمون هذا ما طاحش ليا الشعر كنت نطيح وفات الشعر كيطيح سا ديبون على البروتوكول اللي كتكون متبع فهمتي على البروتوكول اللي كنسميتو كنت هادشي غير قبل من لا سيونس كنت كان عندي اون سيونس شاك دو سيمين كل جو سيمانات كان عندي اون سيونس ديال سميتو لا سيونس لا سيونس ما انستالوش هي لا شومبر واحد اللعيبه كيسميتو باش يبدا كيدوزو ليك منها التريتمون انا ما درتش هذيك لا شومب كانوا كيدوزوا ليا سميتو بلانترافينوز الانترافينوز كيقلبوا على العرق وكيخشي ديال ما هذيك الشوكه هنايا وكيبدا يدوز ديال المكسم من هذيك سميتو بوندو واحد 3 سوايع 4 سوايع واو كيبان لك داكشي كيسميتو واو تاعتي ما تفكرنيش الصار كنت واحد الوقيته كان واحد الدواء من هذوك اللي سميتو حمر والبوله ديالي حاشا كتكون ولات حمراء اي دونك في هذيك الوقيته وليت كتبان لي شي حاجه حمراء كتجيني تبويعه فهمتي غير باش نديرو لي طالع موريال دونك المخ ديالي كان إلي تي فريمون كنت كنعيش لينا في محمزه كانت جينيوس خدامات تي اوبير كنت كنخرج من لاشيمي والله يخليك كنمشي للبيرو وتقولوا وقعوا شي بلانات جريتيهم ما تفكرنيش كان وقع واحد المشكل فريمون خايب لا مزيان مزيان قلنا خير لا ما كتكون شي كلازه ولا شي لعيبه وخصك توبي شوف هذاك هذا المشكل هذا ما غنهضرش عليه باسكو فريمون سيتي اون تري موفيز المهم المشكل في الخدمه جيريتو سميتو ما جيريتو جيري مي فهمتي كنت كيبان لي مشكل وكيبان لي شنو خصني ندير ما قادش نتحرك دابا والله ما قادش نتحرك دابا هادشي كيبان لي المشكل الحياه لونطو كيبان لي المشكل عارف شنو غندير وباش نقاد المشكل وما قديتش ندير والتيرمو هذا وقع تري تري غراف بروبليم مي بون الحمد لله داكشي تيدوز تيولي ضاغي ولكن غير مزيان ما تيسمعوش سي فهمتي فريمون دوز واحد الوقيته فريمون خايبه بزاف فريمون دوز دقائق خايبه بزاف دونك جوكو كتقول ما عرفتش درت في حياتي باش درت في حياتي بيني الحمد لله ساقط الخبر بان عائله تي اون سيت زيد هذا البارامتر الله يرحمك الله يرحم لك بالوالدين زيد سميتو سيمانه قبل ما نسيق الخبر بانني فيا شي حاجه بدا اول سي كنسيق الخبر بان المدام حامله وكتقول من دابا 9 شهور غادي تزاد الجولي وليد ولا بنيته في المغرب
بنيته. أو ليه تشخص دوبي ولي باركم ولد واو كبيرة. إذن كدوكو وكانت سيق الخبر بأن سميتو. هذا زمان لو خسك شوف تات سميتو المدام تاعي مسكينه اللي كيبان ليها هكا فهمتي اللي هي عارفه لا غرافيتي ديال داكشي مسكينه هذوك الناس هذوك الناس اللي الادرابي شنو ديك اللعبه تاع معلومات كادرابي هادي كيدعل بالعرب دونك هاديك اهلو مكه عرفتي هادي حمزه راه تحرمتي من الفرحه لا فرحنا ولكن ديك الساعه بالعكس واخا انا نقول لك كانت انا زوينه ديال تيقول انا ما نرموش تنشوف الوليه لا قاوس وتكون اوت كليك ديك الساعه ديبي اوت شي سقنا الخبر انا تلاقيت بالمدام عام قبل لو 3 اوت 2014 وهذا الشيء هذا وقع في لو 3-5 اوت 2015 دونك عام ابري اي دونك دو كو انا كانت عندنا هذيك الخبر زعما اللي سميتو كان بلانيفيو غادي نسافروا اخر سفيره راسنا بلا قبل ما يجي سميتو راه وكان الكاسين كان هذا وصافي وفينا ما كنا غادي ندوزو هكا فهمتي ما عرفتش ساعه غنمشيو لانطاليا ولا ما عرفتش فين غنمشيو سخنا دوزنا فكلينا في المناره ساخر حتى كلينيك المناره زوينه والله الا زوينه ايوا دونك دو كو ده سميتو فوقاش غادي نسالي لي سيونس ديال وداك كليك لي بهاد العبادي ديال كانوا كيدوزو ديال انترافينوز كل جوج سيمانات قلبوا ديال الماجيك كاع كل اللي خرقوني دابا باش يدوزو سميتو علاش باسكو كيقول لي الطبيب قال لك عندك اسيدي 6 تاع لي سيونس قلت ماشي هذاك على 6 لي سيونس ماشي مشكل غادي نصبروا دونك عتي هادي راه مالها بوتان تي كنفكرها كنفشل دونك ماشي مشكل 6 لي سيونس واحد احو بردات ما نحتاجش نخرق راسي دازت 6 لي سيونس درنا سميتو بي سكان داكشي الحمد لله هذيك لا هذيك لا تيومور اللي كانت سميتو باش كتصرات صاد بقى فيها الربع ديجا هاد لو تروك هذا اللي سميتو تفش المهم صافي ديجا كل لو تريتمون اللي كان الحمد لله صافي مشينا عند هذا صافي انا غادي عند الطبيب فرحان سالينا صافي وكنعطيه العباد كي سميتو كيقول لك هادشي مزيان دونك زعما بوغ سنا دابا النص ديال التريتمون باقي 6 ديال لي سيونس قلت نعم زاد 6 زاد لك 6 اخرين عرفتي كنت بغيت نخلي ضربو عرفتي شنو هي نتايا كدير ديال الكاونت داون في مخو كنبدا نحسبها كنهار بنهار ليله بليله يعني باش توصل انا مخي عارف 6 قال لك اسيدي قال لي كل سيونس فيها جوج دو كور دونك كل سيمانه قال لي هذا الدراري كيفاش طبيب انا كتقول لي هذه 6 هي 6 دونك 6 هي الجمله كاين في النهار طبيب ما قلت لي هذا الدراري كيفاش مش طبيب ما فهمهاش بعد قلت لي راه دابا في مراكش عاد شرح لي القصه ديال ما كتفهمهاش طبيب كيفاش كيفاش انا كنقاس كنتسنى حتى فريمون سعرني ماشي زعما اي دونك دو كو كنشوف هذيك الشيء كاع كل اللي ضربت باقي غنضرب بحال ولكن الحمد لله اخي ملي بان لك راه كاين تحسن انا تنقول قبل هذا هو اللي تقول عاود حتى على وجهك قال لك راه سميتو ماشي مشكل دونك بدينا عاوتاني في شي خيط في العيبات هذا زعما ما خليتنا صافي كملنا واحد ديك 6 شهور اخرى ماشي 6 شهور 3 شهور اخرى تفسدتي في كل هو سي دي بلوس كو 3 شهور باسكو هاد البلاد سعيده واحد الوقيته كيقول لك الدواء مقطوع وما يمكنش دواء الكونسير تا هو تقطعو ديال المرا ما يمكنش واحد الوقيته مشيت شريت الدواء من فرنسا من المانيا صيفطو لعمتي في فرنسا وصيفطاتني باش نداو راه لا انا خبيث صيفطو وشدت الديوان ايش دار لك الديوان لا شي فريمون المال سيستيم دو سونتي ماروكان المهم anyway دونك دوزنا هذاك ساليت لا شيميو غادي تزاد بنتي في لو دي مارس 2016 ديك الساعه مع الاخر سيونس دو شيميو الحمد لله جات قبلنا كان الحمد لله جوست ابخي دوزت واحد الشهر واحد اخر ديال لا راديو ثيرابي كان ديك الساعه عندي اون سيونس باغ جور كنت كندير هكا خمسه لي سيونس في السيمانه درت شي 20 سيونس ديال راديو ثيرابي صافي والحمد لله جوست كما طلع الحمد لله الحمد لله الحمد لله اوه غير ميسي انطوطا درو كوفري رجعتي عاوتاني لونتربرونيا ولا دونك في لا فان ديال سميتو ديك الساعه فو ديال كو فريمون وصلت عييت عرفتي فكونت عييت سي كو
مورالمون بسيكيكمون كاع كلشي كنت فريمون وفيزيكمون شحال ديال الوقت شحال ديال الوقت باش رجعتي عاوتاني للتراك باش نقول عاوتاني ديك الساعه لا 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 باش حتى ديك الانرجي رجعت لا لا الانرجي واحد الفوكس سميتو الحمد لله غير واحد شوف احسن نعمه عندنا سميتو شنو هي كتنسى كتنسى الحاجه هذيك سينو ما نسبكليش كتنسى دونك دوزت هذا صافي جوست ابري قلت لي كان سميتو صاحبي كمال كان خدام في ان بروجي ديال لا ريستوراسيون فهاد الساعه ديال سوشي ديليفري سميتو سوشي اكسبريس كنا كنليفريو السوشي دي بلاطو ديال السوشي كي جا خيتو دخلتي لهاد البروجي هذا الوغ سيتي البروجي ديالو هو بيتش نهار قبل ما يتلونس البروجي قلت لهم انا جا انفيستي معاكم سميتو وانا جافي انفيستي في هاد البروجي كما قلت لك غير باش نشوف واش باقي عندي هذيك لا فلام ديال داك الجهد ديال لونتربرونوري اي سيت افيري كو وي باسكو فينالمون هادوك لي زاسوسيي ديالي كلهم ساحبو وانا اللي بقيت السوشي هذيك السوشي اكسبريس هي اللي ولات فود فيك الجوع فود بوين اخي انا كنت عايش في بايرون جيت كنقول لشي واحد فيك الجوع تيقول لي فود بوين اللي قلت له فيك الجوع كيجاوبني فود ماشي فود بوين تقول لي بغيتي تقول فود تيقول لك لا فود بوين فود بوين دونك اسيدي انت ما عمرك مشتي كاع لا هيا شوف هاد الصوت هذا بان لي واحد لا هاد الصوت بان لي واحد لا فيديو حطها السيد كيفاش اخي طلع هذا الفيديو كيفاش اخي طلع هذا الفيديو ما حبسناش سميتو بخاطر الصمون دونك حتى الاخر كنجيو كنهزو لا فيديو كنقولو شنو شنو هي لا بارتي اللي مزيانه نقطعوها من هاد فيك جو فوت بوين ما كنلقاوش كاين حتى شي وحده مقاده شي عرفتي شنو حبس غنحطو والديا هكا صاحبنا ايوب خدام معايا قلت ليه ايوب قلت ليه هاد سميتو لا فيديو هادي خصني نشري لي دغوا ديالها قلت ليه شحال قال لي 500 درهم قلت ليه هي الاولى جبت 500 درهم عطيتها عليه قلت ليه هاي قلت ليه دابا قال لي طبي دابا عيش 500 درهم حنا لا فيديو في 2018 داس سميتو باق صافي دوزات وقيتها وشات تنسات اجي انت واحد الكرو واحد دير داك البوم هذيك البوم فوقاش في الكونفينمون اشنا هي الكونفينمون ما كاين بيد الله هذا الجروب واحد الجروب كلشي واحد الجروب في كلشي سميتو كلشي في يوتيوب انا نقول لك هي كلشي ديك الساعه واحد الجروب سميتو كلشي كاين واحد الجروب سميتو على هما اللي لونساو اللعيبه صافي ايوا تفرقع هذا واحد النهار كان فيق سميتو في هذا في انستغرام قسما بالله دي سونتين اي دي سونتين ديال دي ميساج اللي كيقولوا لي فيك جو فوت بوين ما فيك جو فوت بوين ما كنقول اش واقع هذا ماشي فلو هذا الشيء هذا راه ما يمكنش صافي اون سيمين حتى راه دي الغرق ديال لي فيديو اللي خرجوا على ود هذاك سي ان بوز واش درنا شي حاجه باش يوقع هذاك البوز ما درنا حتى شي حاجه لي ان تروك درناه شحال هادي اللي نسيناه اللي ديك كافي سو المهم خير درتو ولكن لي دي شنو هي فيك جو فوت بوين ودابا هذاك لوبجيكتيف وصلنا ليه المغرب كله اللي قلت ليه فيك جو يقول لك فوت بوين اش اخي من الطيرون تنقول لبنادم واش فيك الجوع تيقول لك زوي هذيك عاد يلا الله ناكلو تيجاوبني فوت بوين يقول حاجه قول لي واش هذا هو اللي كان تيبيع السوشي اكسبريس ولا شي حاجه شنو هذا هاد فوت بوين فوت بوين الوغ سوشي اكسبريس ابخي كنا كنديرو غير فود ديليفري ديال سوشي ديليفري واحد الوقيته قلنا اجي الحاجه اللي كنا كنليفريو من السوشي علاش ما ليفريوش حوايج اخرى علاش ما ليفريوش البيتزا علاش ما ليفريوش البرغر وصافي ديك الساعه كان خصنا نلقاو سميه فكرنا على في او دي فيديو اون ديماند
كتبغي كتبغي شي فيديو كتلقاها وهذا اللي كان خويا فود بوايما في فود اون ديماند فكرت بها جوج دقائق فود بوايما لي بغيت فود اون ديماند بوايما فود بوايما حنا درنا سي اودي كاش اون ديليفري كاش اون ديليفري ولكن قال لك لا ما يمكنش لا ما يمكنش انفيستيو معاكم علاش كاش اون ديليفري غادي غاديو نازل ورا حنا تنشجعوا ان الناس يستعملوا الكارت كريديت فين غادي ينزل راه غادي يطالع قال لك لا ولكن حنا المخطط هو خاص هذا الشيء ينزل باش الناس يوليو يستعملوا لي كارت قلنا له هو خاص يدي حنا ما سميتهاش سعودي سميتها كوميرس اون ديمان يلاه قال لك مزيان تم الشركه ما تبقى سميتها سعودي نيتورك تولي سميتها كوميرس اون ديمان نيتورك صافي قالوا ماشي مشكل حنايا معاكم صافي دونك جوكو يا هادي السميت ولا التريب ديال فود بون فود اجوردي الحمد لله سالا حلينا في مراكش حلينا في كازا سديناها ابخي خسرنا فيها واحد 150 200 مليون فاصيل زعما ماشي في عام ونص ما خداماش صافي حبسنا كونسونطينا شنو خايديرين الكونسيبت نسميوه الكونسيبت كنا في الاول اكزاكتومون بدينا حنايا دار كيتشن سيتي سا بدينا في الاول دار كيتشن بوندون عامين دونك من 2016 ل 2018 حلينا لو بروميي ريستورون كونيكتي في المغرب اول ريستورون كتمشي كتلقى فيه طابليطات محطوطين في الريستورون كتهز طابليط تقدر تكوموندي ديريكتومون من الطابليط مزيان فين في مراكش باقي حال باقي كلهم اخي انا نجي المره الجايه نجي تجي والله ضرب احسن كباب في العالم اللهم بارك دونك سميتو فين الشارع عند كريم خطابي صافي هذا خطابي دونك سميتو تختار الموسيقى اللي بغيتي من الريستو زعما فريمون من الطابليطه ديالك دير شحال من تويشه دونك دونك الحمد لله بون اجوردي يلاه يلاه ابخي 6 سنين ديال دابا خاين نتوما امتى بديتو الدار كيتش في 2016 ديك الساعه انا لو تيرم دار كيتش اللي ولينا كنسمعوا دابا تيقول لك راه بغيت ندير واحد الدار كيتش كلاود كيتش كلاود هاديك كلاود كيتش حنا بدينا هادي 6 سنين دونك بخاتيك مابون 4 سنين كوني تي لي سول كي فوزي هاد الفكره باش نصحوا اخي الناس اللي حاضرين معنا شنو هي اخي ابو الفاش كلاود كيتش كلاود كيتش سي بحال قلتي لابوغاتوار اللي كدير فيه غير لي بريزون دونك بنادم كي كوموندي من عندك ما عارف كاع الماكله ملي خارجه يعني عندك ريستورون ولكن ما كاينش الكراسي ما كاينش بنادم سوق بلاصه تيدخل من لابليكاسيون ديك الساعه لو سيت عندنا لابليكاسيون شوف كاين الكوزينه شي طاق ماكله باك سميتو يوتيوب قول لنا اخي الاخر تجربه من ورا الريستورون هي الفلاحه غير صاموي جيت هذا واحد العام مزيان اخي عاوز قول في الفلاحه واش غنقول لك الفلاحه اخويا سي كيبان لك زعما الفلاحه ساهله ولكن الفلاحه ما ساهله وفي حتى شي حاجه ما ساهله حتى حاجه ما ساهله شتي تكون كتبيع الوقيد شي الوقيده اللي هكا فيها خشيبه صغيره صعيب تبيع دابا يقول لك كاين البريك حتى هي صعيبه فهمتي حتى زعما بسيطه ولكن اللي كتبان لك ساهله ما كاينش حتى حاجه ما ساهله حتى شي حاجه ما ساهله حتى شي حاجه كل حاجه الزيتون خاصك في الاول راه الزيتون كنت باغي نطلح الزيتون دونك سيتي صاد باش نرجعوا لهذاك الشيء ديال في الاول زيتي باغي نجي ندير الزيتون بحال هذا العام هذا سهل الله عليا في الزيتون ولكن بحال اللي قلتي واحد الرد طالت عاوتاني ما جنيتش فيه الزيتون دابا انت انا راه حمار بحال غادي نجي نفهم صافي كيف الدواء راه حمار كاع كنا شنو ترى المشكل ترى لك البلاعه ترى ليا ديك اللعبه ديال التايمينغ ماشي مهم راه الزيتون معلقه تما وقت ما جنيتها وعصرتها راه كاين فيها الزيت صافي المهم الرد الاولى طاق عطى الزيت والزيت ناضيه تباعت الثانيه تباعت الثالثه وهاني ديك اللعبه ديال الخا الله وانا نوصل ديك الرد ديال الطاير شي فيها احسن زيتون وديك اللعبه ديال خليل همزه حتى الاخر قلت لك خلينا نعرف شحال كنبيع شحال كدا شحال تيبقى قلت خليها ديك حتى الاخر المهم مشيت عند واحد السيد قلت ليها انت المرا دابا راه محتاجك ديك الرد حتى هي تمشي تدبر لنا في الخدامه هكذا طقطق قولي واش انت حمق واش باقي شي واحد تيعصر الزيت دابا اجنا ولنا شحال هادي وعصروا شحال هادي قلت لها باقي الزيت وانا صاحبي مابقاش سميتو غادي تمشي قال لي انت بلا ما تيست على الارض كامله هز واحد شويه وسميو تحضر فوق يطلع الصين عطاتنا واحد الزيت مختلفه وعطاتنا واحد كميه قليله وحار قال لي راه شي كنقول لك راه الزيت مشات رجعات للشجره ونقول له ان انا حمار بديت نعرف ما عند الزيتونه تما راه ممكن نعصرها وقت ما بغي ولكن انا تعلمت اخي الان جيت لو تيران بغيت ندير سميتو عيطت على ديك الجمام اللي كيقلبوا على سميتو قبل ما نشري الارض جيت هذاك واحد العالم
دي معايا ولا العصا؟ لا ماشي مول العصا، هذا مول لاباري. لا لاباري لا حاجه تكنولوجيا جاسمي تو. المهم صات مشى كيقلب هذاك يا دا. المهم قال لك شوف هنا هنا هنا، قال لك ماشي هنا هنا هنا. لا لا يقول لك لا لا تحس منك. قال لك اسيدي كاين هنايا 20 اطراف الثانيه. انا ما بقاش كيبان لي الزيتون ولا كيبان لي سيدي حمزه. انا ملي كنسخر ولا جبنا المعلم اللي غادي يحفروا صافي. مشي طلبنا لا دوموند ديال باش يعطيونا لا دوموند باش نحفروا. المهم جا عطانا لا لوتوريزاسيون باش نحفروا. جا صاحبنا مرسيت قلت ليه هنايا بغى يحط. انا قلت ليه لا هنايا ليك شري هنا هنا. قال لي سيدي شوف قال لي كاين 80 على 80 متر كاين الماء، ولكن الا بغيتي تهبط فريمون سميت قال لك هبط 160 الماء الكافي. قال لي هذا ماشي ل 40 لا عايش في دنيا. جا السيد كي هذا سوندا 80 90 وانا كيبان ليا فلوس كيطيرو كيطيرو كيتحرقو ما كاين. حالك دير لهم شراش ما كاين معلم. لا 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 160 يورو 60000 درهم مشات فينا هو الماء ما كاين غير الغيس والصابون. كيجرو الصابونه معلم باش يدخلوا هذاك الشيء ديز فيتاس صافي. واعد واعد يا ربي السلام. شحال خصو شي حفره حمزه؟ احباط انا بلا خاف بري ما عنده واحد يومين. المهم يومين وخلاص ويا يا يا الحرام تبع عامين هاد نعاود لك هادي ديال توكلهم صافي صافي. بس كنت ديال الخير ما كنتش تزيد تربي حتى هذاك النهار علاش كتبدا ديال الخير صافي. ما كاين والو. شوف كيبان لي كاع دوك الاحلام جاولي باح مشاو صافي. انا غادي سميتو ديك الساعه باقي بالبلاتي شوف غير السطر في التيك كنت بلاد فلا وهاد كيبان لي كاع الاحلام جاوني كاع الاحلام مشاو هكا فهمتي بح صافي. وكان ديك الساعه ديك عندي واحد البلاجه هكا فهمتي على واحد هذا واحد من التحت ديال الهضبه كاين واحد الواد دايز من التحت وعندي هذاك ماشي سان رايز الاخر داك اللي كيبان لي الماجي ديك العبه اللي كيهبط فيها الشمس سانسيت ينعربو السانسيت عاشي باقي عاقل هكا على السانسيت سميت واحد السانسيت زينه معلم والله العظيم وهكا هو ما كاين لا ما لا والو 60000 كتخلص 60000 درهم وهكا ما كاينش الماء صافي. دابا شنو غادي ندير صافي؟ قال لك اوتي دابا هذا راه تقدر دير باقي سميتو تقدر دير كوري تقدر دير هذا الدجاج دير كاين ميدال من غير واخا. المهم جيت كنتلاحيت في داك الشيء واحد خويا واخا هكاك خاصك الماء الماء سيدي مش خايف انا بان ليا كلشي اللي جيت نوريك مشي ما عندهم الفائده مزال مشيت عند صاحبنا واحد الجمعيه حدايا فريمون واحد السيد حدايا بينو وبين واحد 500 متر عند واحد الماء من عند واحد الجمعيه. مشينا عند هذيك الجمعيه قلت لهم الله يرحم لكم بالوالدين انا معاكم انا محسوب عليكم عطيوني الله يرحم لكم بالوالدين الماء. قلت لك واخا غادي نشوفوا مع الاعضاء ديال سميتو. قلت لي باش غنشوفوا الماء انا بغيت الماء انا. قلت لا ما نعطيوكش الماء. قال لك تيجيو تيقول لك لا ما بغاوش يعطيوك الماء. كيفاش ما نعطيوكش الماء؟ شكون هو هذا المجلس الاداري اللي ما بغاش يعطيوك الماء؟ كيما الناس هذا قال لك لا راه ما بغاوش يعطيوك الماء. احنا قال لك حنا ما عندناش الماء انت هما محسنين في الماء. قلت لهم راه كاين انا بغينا نشربوا الله يرحم لكم بالي دوزوا ليا. قال لك لا ما غاديش الله يرحم لكم بالي عمري ما طلبت واحد في حياتي طلب هذا يقول لا عرفت الله راه شاري البلاد دابا ما فاهم ما عندك خليها الاخر قال لك البلاد ما فيها الماء راه الصحراء صعيبه اش غادي ما عندك ما دير فيها اش غادي ندير قال لي واحد المهم هذا قال لك راه كاين الاخرين راه عندهم الماء ولكن يعطيوك راه يبغيو يعطيوك الماء. مشينا هضرنا معاهم قال لك ماشي مشكل نعطيوك واخا فين جيتو بعد عليا بجوج كيلومتر. لا وحمزه واش حفرتي مره واحده ولا بزاف؟ اصبر حفرت البير دابا البير الاول دابا باش غادي نمشي نحفر البير الثاني ما حفرش البير من بعد هذه. لا باقي ما حفرتك ساعه يلاه حفرت بير واحد كنحاول نسميت قلت لك يا هذيك مشينا شفنا هذا صاحبنا هذا هاد الناس هادو قال لك سيدي ماشي مشكل نعطيوك الماء. تفاهمت معاهم درنا الكونترال درنا التويشات اللي غادي خصني سميتو. دابا غادي نمشي نجيبو الماء قلت لك علاش جوج كيلومتر حفرنا جوج كيلومتر ديال القادوس
ديال سميتو شحال شحال كلفات لا فلوس سميتو ماشي بزاف ولكن قل من سميتو كتبقى لافير كلها بشي كدا 30000 درهم فهمتينا اخي انا واحد الارض نمشي دابا ندير لهاد اللعبات جوج كيلومتر لا حنا تما عندنا الماء ممنوع تحفر دايرين واحد البلاصه ديال الطاير الرايون ديال الطاير ممنوع تحفر فيه فهمتي على بعد شي جوج كيلومتر هي هادي قلت نقول تنقول لهم كيفاش انا ساكن حدا الطاير وعندي محفر لا لا ما تحفرش كيفاش ندبر الماء سير حفر عند شي واحد على بعد جوج كيلومتر تفاهم معاه واش ضرب اللي عند الماء انا جريت اخويا جوج كيلومتر القادوس المهم دوزنا وصلت الماء وصلت هذا بدا اموا بعدا كيكون عندك تحل الروبيني كيبان لك اول ما عاد باقي عاقل كان واحد الصهد ودخلنا الماء كان عاجبني فريمون هذاك الصهد ديال 53 ديال 53 عرفتي ديك الكحت وصل الماء باقي عاقل هذا مع الباب ديال سميتو طلقت الروبيني وبغيت ندوش هكا في الباب ديال الفيرما كاز كندوش عندي واحد الفيديو كندوش فيه والماء ديال مو كيحرق علاش باقي ما تبنوش القادوس وداك القادوس كضرب فيه الشمس ومعلم كيعطي وقت كيوصل مشارجي ما خديتش ندوش على خاطر المهم كان الماء بديت ديك الساعه قدام بديت هذا بديت نبني الكوريه هذه ديال هنايا الجاد ما خليت ما درت واحد الوقيته قلنا تيان خاصني نحفر البير كومين باش نسميتو مشيت عند واحد الشميم قلنا دابا شفنا التكنولوجيا الحديثه ما عطاتش نشوفوا التكنولوجيا القديمه جا صاحب واحد مول العصا واحد صاحبنا جاب سميتو العصا المهم هذا خدام كيجيب واحد اللعيبه كيبدا كيدير لها وهذا وداك السليك الشامان وما خلاص سليك تيدور ويلي 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 واحد جبتو واحد الشميم قسما بالله الا كيوصل واحد البصه كيبدا كيهرول كيجي بحال العود كيجي تقول لك هنايا كاين الماء يا ربي السلام مشيت بينا الماء حفرنا في واحد البلاصه مع داك السيد اللي كيجبد واحد اللعيبه كيبغي يدير لها ها تيجي لها تنوي مغناطيسي جا قال لك انت حفر هنايا حفرنا في الاول هذا دوزنا هبطنا القادوس بس كل مره الاخر ما هبطناش القادوس جينا الاخرى هبط القادوس بعدا او موان بعدا يكون سميتو صافي ما خرج لا ما ديك الساعه لا والو مشينا غبرنا على داك البلاصه واحد سيمانه رجعنا لقينا فيها واحد شويه ديال الماء كاين جمعت شويه ديال هذا كتخدم به واحد شويه راه قلت ليه كتسنى هذا المهم كاين باش تقضيها فهمتي صافي دونك هي هذيك بقيت انا غادي خدام هذا دونك هذاك البير اللي بغيت تحفر راه كاع راه ما نقول لكش راه عرفتي كاع جميع انواع المشاكل ديال الدنيا وقعوا فيها مزيان اخي وانت دابا الله كتستعبد اخي في الفلاحه وانت غادي وكذا او هاو از جوين شي ابقى مكمل غادي دابا غادي انا صافي اونتر برو نورمال الوغ كنت غادي في الاول بسميتو في الفاج المشكل ديالو شنو هو العلف قاجي محزوقه لو بري ديال سميتو طلع دونك دوكو الا ما عندكش الماء باش دير جوستمون العلف ديالك في الساتويشات ما خدمتيش فهمتي اي دونك دوكو بقيت كما قلتي شوف لاجيليتي عرفتي لاجيليتي بول هذيك تبقى كاجي الحاجه دابا لو بروجي اللي خدام عليه سي تسمى فيغ بيداغوجيك اوكي دونك داير فيها دابا سميتو جميع انواع الحيوانات عندي تما اللهم بارك على لوتروش على العود على سميتو البقر جميع شديرو غير هوايه ناشط لا دابا دابا في الاول سميتو دابا لا خدام دابا ان بروجي دونك هذا غادي يكون لا ريستوراسيون سور بلاس غيكون ايفونشولمون دو ليبرجمون سور بلاس دونك غادي خدام في هذا الشيء دونك دابا كاين يعني دابا كاين جينيوس وكاين فود وكاين الفلاح اللهم بارك اخي قول لي اخي رجع معاك الجينيوس جينيوس هي تعرفوا دابا الناس تعرفوا الجينيوس اولز جوين نمبرز الا بغيتي تقول اخي الا بغيتي سؤال جوج نمبرز عارف اي واحد غادي يخلص واحد 100 درهم غيجبد البيلا لا نمبرز ديالك زعما شحال ماشي فلوس تدو على النمبر شحال من دومين لا لا كما قلنا واحد 50000 دومين بلس دو 30000 كليان المغرب خارج المغرب بلو بلا لا ميلي موروكو زعما لا بلو بار كاين في المغرب شنو تيكونوا دي بارتيكولير ولا البيتشو لا لا لي زونتربريز دي زونتربريز حنا في المشاكل اللي كاينين دابا رجعوا في المغرب حيت مثلا دابا انا دابا الهوستين في المغرب باش تايبرجي في المغرب المين بروبليم هو لا كونيكتيفيتي انترنت واش فريمون كاين انترنت بزاف في المغرب ولا لا باش انترنت مزيان دابا ما كنهضروش على الانترنت ديال 4G وما كنهضروش على الدي بي اش سميتو مي
داكشي الاخر لو كو بعدا لو كو دابا باقي هاد الساعه ديال مشيتي عند ماروك تيليكوم بغيتي تاخذ 2 ميغا ديال اون ليل اللي غادي ديري تقدر دير فيها ديبرجمون راه دايره 15000 درهم 20000 درهم فهمتي ديال ان اوبيراتور فهمتي باش دير ديبرجمون خصك او موان دو اوبيراتور دونك سير جوج واحد يبقاو عندك سي هذا هو المين دومين واش مثلا كتلقى ناس بزاف الدوله واش عندهم شي فيزيون حنا تنقولوا زعما علاش المغرب ما يكونش هو الهوب الليدر ديال لي داتا سنتر واش ملي كتلقى ناس مثلا دابا كاين دابا شي واحد الخيطه راه حنايا فهاد عندك عندنا هاد البلاد هذا تسال البلاد ديال تريبوتي عرفتي البلاد تاع تريبوتي بدا خاصك دير تريبوتي كدير شي اكزاكتومون كدير شي واحد شي حاجه كلشي كيتلاح ديال البحر دونك شنو واحد الخيطه ولات واحد الخيطه الموجه ديال الداتا سنتر اللي ما لقى ما يدير كيحل الداتا سنتر ولاو فهمتي فريمون لي داتا سنتر واحد الخدمه ما عمرو ما كانوا جوج غون دومين تلاحوا تتيفا ديال الداتا سنتر كانوا داتا سنتر هنايا كاينين دابا كاينين دابا داتا سنتر بلي نورم ديالهم كاع داكشي اللي بغيتي ما كاينش كنعرف ديال الكري ديال التمارك كاين كازا كاين حتى الله لي داتا سنتر دابا ماشي ما بقاش دابا غير داتا سنتر الداتا سنتر هما كاينين ولكن عباد الله لا بلو بار ما كيمشيوش لهاد داتا سنتر علاش باسكو كيبقى لو كود ديال لا كونيكتيفيتي طالح راه غادي تجي غادي تعطيني سميتو الدات تبع ليا الراك تبع ليا اي حاجه ولكن باش ناكسيد لهذوك لي دوني جو ديبون د انترنيت ماشي ما يمكنش انا عندي انايا سوسيتي فيها 2500 الخلق غادي تعطيني ليزون ديال جوج الميغا ولا باش تعطيني فينالمون 1 جيجا بار سكوند خصني نخلص على 15 مليون في الشهر باسكو هادشي اللي كاين الساعه 500 ميغا 15 دابا الاشكاليه ديال الانترنت ديال الكونيكتيف اما ديال الضو اخيرات تيبان ليا لا الضو وكاين مشكل ديال الضو باسكو علاش باسكو باش تكون فريمون فري داتا سنتر مثلا تيغ 3 تيغ هذا خصك تكون هذاك بلوزيغ سورس ديال الضو حنا الضو جاي كله في بلاصه واحده كاين كي انت جيتي بين كاع لي داتا سنتر كيكونوا بلا وحيد لوينو راه عندها حتى هي اون سورس مع تنقول اخي مع داكشي اللي كنشوفو في الزازات ديال الطاقه الشمسيه وكنت تنقول ديال جرين واش ما يمكن تلصق ليها واش شي داتا سنتر حدا عرفتي ورزات اصاحبي كاع داك سميتو خدام غير لا كليماتيزاسيون ديالها الصهدره شوف النطواياج ديالها الماء ديالها الحين ديالها الصهد وشكون اللي غادي يمشي ايبرجي تماك لا لاتونس فهمتي لي زانجينيور ليبرجمون تيحتاج الفخوا تيحتاج خاصك هذا البرد خاص سميتو خاص لي كومبيتونس باسكو هادشي كاع كله دابا كان عندك الاعلام في حاجه لي كومبيتونس شكون اللي غادي يخدم عليك حنا خير ملي كنقلبوا على شي اوبس ما تفكرنيش كنقلبوا على شي اش كتسميه اوبس ديفوبس احب هاد ديفوبس تكون انت تزعج هاد الحمار اكثر منه وحمزه انت واش تيبان لك دابا حنا مثلا دابا تنطلقوا وزع هذا تيقول لك حنا غاديين في التجاره وبغينا نديروا هادي بغينا نردوا المغرب هكا انا نقول لك اي انت زعما واش انا نقول لك انا من لاصق انا لاصق انا كنعطيه غير لاصق حنا عندنا مع حنا عزيزنا الهلابه عشان الهلابه هي زعما بروباغاندا والكاميرات وكنديروا كذا زعما اونيتمون ماشي راه سي اللي غير البي ار فهمتي البي ار كيجي كيقول لك سميتو واحد جميل في البوسطه واحد تويشه في لينكد ان قال لك ماني ريزد ان افريكا وكيبان لك المغرب هكا تاع قلت لي ذا اونلي ثينك وي ار ريزد ان موروكو از ذا ميدل فينجر اخي كنتمنى شو هادشي دابا كنتحسفوا عليه زعما صراحه جيت كاين ضرني بخاطر كاين زيفور و تيبقى فينا الحال حنا المره الاخرى كنا في دبي واحد الكونفرساسيون ما حملتهاش مريحين مع شي اردنيين هكا جاوا باش يشريونا جاوا باش يشريو يوكا ما تفاهمناش معاهم ما بغيناش بينهم ما يمكنش نبيعوا راه بحال شي وليد صغير راه الله قال تجينا علاش نبيعوا عليك لا حنا بغينا نستحوذوا على الشركه وتي شوف بغيتي تانفيستي معنا مرحبا تستحوذ ما كايناش هذه الفكره هذه المهم في الاخر قالوا لنا انتم تبارك الله عليكم هاد المغاربه كتجيونا قافزي ولكن نزق المغاربه نزوقه ولكن ها اللي مرضنا فهمتي على قلت للدراري بليز يتسحبوا من هاد الكونفرساسيون راه حاجه راه غاديين بكم لساحتهم قال لك حنا اخي هاد المغرب هذا تنشوف تبارك الله الدراري ملي كنريحوا معاهم كاملين نتوما طيارات ما تنعرفوش سميت شي ستارت ابس عندكم معروفه عالميا قولوا لنا بحال اش انايا باغي نزيد معاه قال لي مثلا كريم كدوي على ديال الدوله مصر طلعت كدا 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 حنا الاردن طلعنا طان 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 المغرب شنو طلع قولوا الدراري مع حنا تدوي الدرجه ما يفهموش بالسربه الدراري ما تخرج الكونفرساسيون
المغرب باش يطلع الحمد لله. وانا نبدا ديك الهضره اللي تيديروا لنا السياسيين قالوا لنا الحمد لله كدا حنا خدامين ونقول لهم الدراري وحق ربي الا تحطيت في أسوأ موقف في حياتك ما كايناش ستارت اب وحده ريحنا ريحنا مع وزاره ريحنا مع وزاره قلنا لهم قول لنا شركه وحده مغربيه ستارت اب تفتخر بها ريحتي هكا وما تقول كاين ايتسي كاين هذا كاين هذا قول لنا شي ستارت اب مغربيه دخلت لدول اخرى قلنا جلوفو وي يمكن لا خلي علاج ديال باكو قلنا له صبليونيه قال لك المهم شركه اخرى قلنا له المانيه ويكوا الدراري صراحه انا يسمحوا لي قلت له راه دار والله الا هذا هو الاشكال اللي جايين حنا بغينا نحلوه ما كاينش شي شركه صح ما كاينش شي ستارت اب انا نقول لك شوف حنايا في المغرب كنكونوا سادين الروبينيات كول والنهار غادي نحلوهم باش غنديروا غنبداو نفرقوا في الفلوس كتلعب هكا مع دالسيم ومع كما قلت لك بلانكا وداك الشيء هذا واحد الوقيته عاد باش كتطلع عند بيزون بيزون ولا ساكات مع صديق علاش من باسيون فهمتي حسن صيفط لي ميساج قال لهم شيبسان غادي كتحسن لافريك وهي غادي ان شاء الله ان شاء الله ولكن قلت له زعما شيبسان راه كتحسن لافريك وراه غاديه وكان بغينا كحسن ندخل المغرب كاين هذا دابا عندنا واحد الحاجه واحده اخرى كما قلت لك حنا بغينا كنبغيو نديروا حاجه كنديروها بزز ماشي غير سي با جوست لارجون ماشي غير حقيتاش سمعنا اخي شي مبادره دازو اسمي جاديك اللي تخضر فيها 10 ديال المليون ديال الدرهم شحال هادي ماروك نيميريك فوند باش كون ديسينتا شي وي ودابا جوستمون دابا ماروك نيميريك فوند باش عبي بلاتا صافي فيها 35 مليون ديال البشر وغادي تجي غادي تقول شحال تلقى من اونتربريز ولا 15 اونتربريز ما سميتوش فهمتي هذيك الوقيته ومي كتجي كتشوفها دابا هذا سي سال تروك هذوك لي اونتربريز اللي تحطوا فيهم فلوس كلشي في الشارع وحده ولا سميتو غير البطوله اللي بقات كاين واحد وحده ولا جوج اللي عاد زعما في العدد كامل اكزاكتومون دونك دوكو تا هذوك الفلوس دونك دوكو هذيك لاكاس اليو هاد لاكاس دونك راه يمكن ولكن حمزه ما تظنش على المشكل كان في هذوك الناس اللي كانوا تي سيليكسيونيو لا دابا راه شوف دابا ماشي كيتمو ماشي عشرة دابا كاينين دابا كيجي واحد شنو هذا الشيء لو تروك سي كيجي خصك واحد كيطير تيطير باش يقاد لك هذاك البيزنس بلان باش كيبيع لك العجل عاد هذاك البيزنس تاع كيتبيع العجل وهذا وكيبان راه سي سا لو تروك باسكو فينالمون قالك شنو كدير هذا كاع اللي كيجي كيجيب لك انا بيزنس بلان انا البيزنس بلان تاع جينوس ما درناه حتى دار تاع 10 سنين علاش باسكو ان بيزنس بلان راه ملي يجي شي انفيستور يبقي يهضر معاك بزاف شنو هضروا بعدا على الافكار شنو درتي هذوك الناس الاشخاص نهضروا دابا بيزنس بلان الواحد شنو كيدير انا بعدا كيفاش كنجي ما كنديرش البيزنس بلان على الاول بيزنس بلان ما بقي خصك بغيتي لا ما كاينش بيزنس انا باش خايت شي مذكور في واحد الكتاب سميتو ريورك من الكتب اللي بدلو حياتي قال لك راك طريقه البيزنس اللي بداو بالطاطا هادشي بداو في الاول بيزنس بلان كاملين مشاو للهويه علاش باسكو بيزنس بلان كتجي كتكتب بحال قلتي كتكتب داكشي فين الطريق فاش غادي تمشي كاع كتكتب الطريق كاع تو فيتور اي انسيرتان عجيني تو فيتور اي انسيرتان كاع الحاجه اللي باقي ما وقعاتش توقع بعدا موديل صغير ونشوفو نعكسوها شويه شنو غادي تقدر دير شنو غادي تقدر دير كتجي تخدم وكتجي كتشوف هذيك 5 سنين اللي خدمتي بها من اللور وكتكون عاطي هذيك لا تراجيكتوار فهمتي وكتكمل بها فهمتي وابخي هادشي كله علاش باسكو داك تبدي داكشي نوار سوغ بلون كتولي مجبر باش تبقى غادي في داكشي اللي كتبتي وقدرتي الا خليتيه محلول كتبقى غادي تو اكسبلور هادي ما خدامهاش كدوز هادي ما خدامهاش كدوز هادي موديفيين عواش كدا الدراري راه حدد الليلاد طالع عمي مسافت لي خليته المغاربه بلا نعاس
وخليته مغاربة بلا عشاء وخليته لي انا من العشاء ولكن قال لك ان غير بليزير دو فوز اونتون تيليد اميطا الله يحفظك والله الا كنخدم نطلقوا لي كومونتير شويه الشباب انا غير لي كومونتير اجي سميتو ان ديغنيي تروك بالنسبه للكتاب فهمتي باسكو الكتاب راه واخا كراكن انا هذا الكتاب اجي شنو يقول لي شنو هي القصه ديال الكتاب شنو الناس قلتيني عرفتي باش تكون باش تكتب كتاب خصك تكون شويه زايده فيك فواحد النغيزه لا ميزون ديديسيون ديال فوربس هذا صيفط الحمزه ابو الفاد تحلون جنك كسلاء قال لك قلت لهم نشوف معكم هذا الشيء هذا درنا ان كول مهم اون غرو كيبغيو يبيعوا لك العجل كيبغيو يبيعوا لك الكتاب ديالك هذا كتخلصهم كيطلعوا داك الشيء ما انت المهم كيكتبوه ليك هما فهمتي انا ما سلكتنيش قلت لهم مزيان هذه القضيه ديالك شنو هو الغوتور سوغ انفستيسمون انا غنخلص هاد الكتاب هذا ب 100000 دولار ايوا انا شحال من الكتاب غادي نبيع قلت لك حنا ما كندخلوش في داك الشيء ايوا قال لك اسيدي حنا كنخدموا على حاجه وحده سميتها الاوتورشيب شنو هي الاوتورشيب ملي كتولي اكريفا زعما اوتور ديال سميتو كتزاد عندك هذاك من هنا جايه لوتوريتي جايه من اوتور هذيك لوتوريتي ديك العيبه ديال ديال هذا كتولي عندك واحد لا نوتوريتي ديال راك نتايا اكريفا غير على البول لا لا انا منتق فهادي قلنا لوتوريتي كتعطي انا كنعرف حاجه خسرت 100 دولار دخل على الاقل خسرت 100 دخل هادشي اللي كاين انا يسطا انا مرات تعاد صافي قلت هذا دارت لي اللي ما طن فراسي هاد الميل وصلني فان جوان جويي قلت غادي نكتب الكتاب جويي اوت سبتمبر لا جويي وصلني الميل بابا جويي اوت سبتمبر لو 10 اكتوبر كان الكتاب خارج ولو 10 اكتوبر علاش خديت علاش اختاريت هاد لا دات هادي اختاريتها من الاول كوم ديدلاين باسكو خصك ان ديدلاين واختاريتها باسكو كانت كتقراها 10 10 20 20 بلا ودرت واحد التيز دار فيها 10 10 10 10 10 10 ولا ضغط فاش تزوج اول مره 10 10 10 2010 10 10 20 20 صافي درت هاد انا سميتو صافي وتسوني زعما بوندون 3 شهور تكتب هاد العجب هذا كله اللهم بارك 3 شهور واش كيدرت اخي التصحيح ديال الاخطاء اللغويه باش يكون شي 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 صاب واحد لا واحد لي ديتريس امريكانيه ايميلي راه السوق عرفتي هي اللي نطاتي كان فريمون غادي يخرج كان غيخرج من الكتاب ديال المهم مغربي غير هو بلوك هو بلوك غير هو بلوك مغربي وعرفتي دارت لي عرفتي زعما فريمون جي لا شونس غادي نسال لا سويت كذا السؤال حيتاش انا ديما كنكتب بلونكلي وكنصيفط لواحد خدمنا وهي كتعاود سميتو السياره كدا سميتو بروفريزيو كنسميها ماجيشن عرفتي فريمون دارت داك الشيء ديال شوبيك لوبيك اللهم بارك اخي شوف اخي يقول فاتح از جريت ستوري اخي مزيان عاودتي للشباب من البدايه الى اليوم هذا من جينيوس للريستوراسيون ريستوراسيون للفلاحه وباقي اخي مكيبي دابا جينيوس ما كنتش اجي اخي نطلقوا التعليقات واحد 5 دقائق الشباب باش نمشيو نتعشاو راه شتينا اخي الشباب على العشاء اخي شو هادي التورناو الكومنتس جايز هادي بانوا عندكم انتم هيا حنا انا ما هاديش يبانوا عندنا الكومنتس اخي والله الا از جريت ستور الطار العالمي فهمتي كان قال لي خاص تشوف حمزه ابو الفاتح راه وان اوف ذا جريت ستوريز قلت له اخي شوف انا كنامن اخي الطار العالمي بالاختيارات ديالي وكاين عندنا السي عبد الرزاق ديال البارح حتى هو قال لي شوف وسرتوش بدك قال لي والله الا خاصك اخي قال لي خاصو يدرج ودرجتي لا درجت ما شاف عاد شي شويه جوج عام جيت المغرب ولكن الحمد لله لا والله اخي لا 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 دويتي طوب والله قرا هاد اللعبه هادي دويل تو تو دو ثينكس دويل تو دو الناس غنبقاو عرفتي شنو هي الصحه بالضبط الصحه يا اخويا سي شوف الدنيا والزمان Do will to do things. La volonté de faire. Qu'est-ce que tu veux que tu aies la main de mon cœur?
اخي شحال من مسار ثانك يو فور ذا بوست الشباب حمزه تيقولوا لك عطينا دي كونساي اي اللعيبه اللعيبه ما قلتهاش لك كل واحد تنقول له قول لنا اخي شنو تنصح الشباب اللي الله بيتي في لونتربرونوري اختاروا هذه الطريقه هذه تو بي ان اونتربرونور يكون مقاوم الوغ كما قلنا انا زمان حاجه نيفر جيف اب فهمتي نيفر جيف اب و دونت بي ستابل دونك لي دو دونك نو ليس با تومبي و اون ميم طون ما تكونش راس قاصح فهمتي دونك حاجه ما خداماش كتحاول واحد لقيتها ما يسمحش فاري عوج اكزاكتوم لاجيليتي درت قول لك حتى الحيط عوج شويه كمل عاوتاني قلب على درت تيز سميتها ملي درت الام بي اي درت تيز سميتها سميت لو سوجي لاجيليتي دون ان موند انتربرونيال كومبلكس دونك لاجيليتي تشرح لي واش جيت بالعربيه هادي ديال لاجيليتي هي يكون عندك هكا فهمتي خاويه في عمرها فهم واخاويه في عمرها فهم صبر لي قول لا تكون كدير داكشي ستيب باي ستيب ما تقدرش ديرو كامل تبقى واحد لا لاجيليتي سي لاجيليتي بحال شوف خصك تكون شوف خصك تكون شوف بحال 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 ديك تكون في الواد المرونه بحال ديك النبته اللي كتكون في الواد كون كانت شجره كون دا الواد ولكن اش كدير كدير كتدوز الماء وكتعاود شوف دونك عندك كل راه كنقول لكم كون اون فوا تو فيتور اي ان سيرتان كاع الحاجه اللي باقي ما سميتوش ما عشناهاش ماشي سير منها هادشي اللي كاين دونك دو مومون كو كتبدا كتبان لك الحاجه انت بلوس كتبدا تحاول تقرب ليها بلوس ربك مزيان مع تلقى هادشي اللي خليك تشفي عليك مزيان دونك كما قلت لك الحاجه اللي باقي ما وقعاتش كت ماشي سور دونك ملي كنقول لك ماشي سور دونك سافا دير كو كاينه ال كتحاول دونك بيان سور كنت كدير شي حاجه كتسنى واحد لو ريزولطا وي الا لقيتي هذاك لو ريزولطا تبارك الله كتبقى غادي مزيان خرج لك ريزولطا ماشي هو هذاك كتعوج الطريق واحد المرات كتعوج ديتي ديجا قلت هاد العباده واحد النويطه ولكن مهمه ملي كتكون غادي في لوطوروت غادي واحد الوقيته كيجيك النعاس وكتبدا كتميل باش ملي كدا كتسمع وهاديك كتوقع كتوقد راه سي اكزاكتومون صرا ملي كتكون غادي الطريق مقاد مع هذيك اون فوا كتبدا كتحس بالسخونيه ملي كتحس بالسخونيه كتقول حبس راه شي حاجه ماشي هادي خاصك تبدل دونك كيما قلت لكم كون اون فوا اي دونك دوكو هذاك لوبجيكتي يكون عندك واحد لا فيزيون باينه فين باغي توصل لا فيزيون جلوبال ولكن كيفاش غادي توصل لهذيك لا فيزيون راه كتبدا غادي طرح المهم كي الفيجن كدريب غير ثاني يو شي سؤال شي حاجه لا والله الا مازال زعما في لي كونساي زعما عطيتيهم انك تكون اجيل لي كونساي سي كو شوف شي واحد الكونساي قلتي بلاو كتشوفش الفلوس في لونتربرونور لا هذيك اللي كنتي كتهضرنا عليها شوف ما كتجي بدقه غير الموت سي لو سول تروك لي كيجي باغ سوبي سوبيت دون فاصون سوبيت تا هي ما كتجيش طق لا الموت والله يا معلم تا كتجي باق ما كتقول لي لا والله اخي كلشي شوف اي كاين هذا اللي كتجيك احسن سميت ولكن كاين الحاجه اللي كتجي دانكو كتسميت شوف شنو قال لا غير سي احنا كدير الناس اللي طالبوا بالكتاب باللغه العربيه واللغه الفرنسيه واش خليك تقول لا ان شاء الله راه خدام في تخاديك تعليقات شنو من غيس انا اخي دونك لك ال سميت ان شاء الله لا تراديكسيون راه خدام فيها دونك ما العربيه والله العربيه يرزرب على العربيه لا ان شاء الله ان شاء الله والله الا خايل القوم عندو تقرا العربيه اكثر من الفرنسيه انا عرفت شوف انا وبالعكس الدراري خايل اللي تيقراو ولكن الناس اللي كيقراو لونجلي راه فيري ايزي تو ريد فريمون تري سامبل بيان سور اخي شي مغربي ملي تيكتب شي حاجه كيكون كاتبها بواحد المغربيه كتحس بسميتها ما يكون غير مغربي اللي كيهضر راه I have my ticket out of Morocco and it comes to the forum of enrollment in a French university. Don't get me wrong, I still hated school. Allah Jah. Show me the letter. I hated school.
متورخه انا شوف كتقول الحاجه اللي هذا اخي شوف حمزه كيسول قال لك مادام انت هذا الشيء كتب الا وقري شي شي واش كنتي كتقرا كتب لا ما قريتش شي جوج ولا ثلاثه الكتب في حياتي كلها ولكن قريت لا ولكن كتقرا قريت لا كنقول شوف راه كنقول هذا كنقول الخرايه ما عجبتش مع هذا راه القرايه راه كتبقى هي غير الفورم ديال القرايه من درت الامبيه هي راه واحد ستريب واحد اخر فهمتي اكزيكوتيف ام بي ما قريتش كتبه ولكن اخي راه كتمشي كتشرح قبل ما نلقى نكتب هذا بديت هز كتاب تحت عليه شو دوغ ديال مارك نايت ديال فين نايت باردون مول نايك مريقل هو اللي عطاني واحد ستيل باش 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 مشيت باسكو فريمون زدتي اون اوتوبيوغرافي مريقله عجبتني وماشي ماشي 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 كتبت بحالو مي عطاتني واحد لا سمعت كاتب السي مستد فراسو انسبشن الميتافيرس بون دونك في لي كونساي اخي حمزه قلتي لاجيليتي هذه وحده و جو بونس نيفر جيف اب ما كاتجيش تبقى غير الموت عادي تاع ما تجي كتجي في كلشي ايفريثينغ ايلس راه كتشد الوقت يعني با امبورت الدقه اللي غتجيك وانت غادي راه غير فكر فيها انها غدوز هادشي اللي كاين دونك راه صافي ني باغ باسي باسكو كيما قلت لك خرتها الموت عرفتي هذيك اللعبه ديال كنتي واعر غادي تموت كنتي مكلخ غادي تموت راه شوف راه غير هادي الا دخلتيها لمخك كتولي انفينسيبل عرفتي شوف والله الا هادي اللي خلاتني نمشي في لونتربرونيا بعيد قلت اجي لا خديت انا الريسك في حياتي شنو غادي يطرا كنت خارج من المحطه ديال الترام في مراكش ولا نلقى واحد خونا مفرش واحد البلاستيكا ونعس فيها قلت دابا شنو كاع نربشتها كاع في هاد لونتربرونيا وما جابش الله غادي نكون بحال هذاك الصاط ومال هذاك الصاط باش انا احسن منه انا كان عندي تقاتل صاف انا كان عندي زعما هذا نقول لك الحقيقه كان عندي انا الباك اب بلان ما طلعش في لونتربرونيا اشنو كان عندنا يقول لي انت ياش نعطونا بي انا الوالد الطبيب الحمد لله زعما الحمد لله ما كنا ناقصنا والو كل واحد اخر ما عرفش الباك اب بلان انا نقول لك الباك اب بلان ديالي شنو هو كسرت الحمام تيقول لك الوالد ما قريتيش انا ساكن اون فاس مع حمام السلام في مراكش تيجي عباد تيقول لك ما قريتيش غندخلك سميتو كسرت الحمام دونك انا كنقول اوبي ضارب عندي كتجمع ولكن انت كسرت الحمام خصك ليها الكتاب ديالها دونك انا عندي الباك اب بلان ما غادي نسيتي مي حتى بصح تيقول لك الوالد غادي سميتو كسرت الحمام واحد السيد هنا قال لك كاع الناس اللي صفتيهم كيبيعوا على بروجي تيجي يكونوا في الويب واش بالضروري خصك دابا حاليا فهاد الوقت دير شي حاجه ولا دابا سميتو انا قلت لك انا دابا مع الخير ماشي شوف دابا الويب غير دابا هادشي اللي كيجي ستارت اب ديال ستارت اب تكنولوجي كيتسيتا ما كاينش غير في هذا الدومين هادشي اللي ما ياخذوش باللي راه ضروري خصك ديرو باش تقدر تنجح في اي دومين اخر لا نقول اخي ايوب عاوتاني حاجه اخرى دابا اي دومين كيف ما كان يلصق ليه الويب فهمت على حقيقه شي اكزاكتلي الويب كيبقى سميتو دابا لا كوميونيكاسيون دابا راه ديال احسن بروجي احسن حاجه ما ساقليه لحد الاخبار سميتو دونك اوجوردي كتبقى هذيك انترنيت كوميم هو احسن ميثود باش تشهر شي حاجه باش تمشي دونك ماشي لا اكزاكتلي ولا ديال بانو بوبليسيتي لا راه ملي كتكون هكا في الويب كتكليكي على العيبه بشحال كتخام عليك باشير الا بغيتي تمشي دير سيبلي بالكارت يا صاحبي بالكارت هو كتسيبلي بنادم شحال كيلبس فرج ليه واش مزوج ولا ما مزوجش دونك عندك جيت دونك هو ربح في يعني اخي على هاد الصفه هذا نقول لك اخي مزيان ما ماشي ولا بد تكون في الويب ولكن راه حاليا ولا بد خصك تركب الويب شي بارتي من داك البروجي غتكون ها انت الدراري اللي دايرين التوجيه الزايد ما كانش في الويب الزايد اخي هذاك الزايد لا علاقه بالويب انا كيخدمني شي زايد كيخدمني انا هذاك ولا هذاك شوف هذاك عندي انا ولا الفوق هذاك هو السبع ديال لا ولكن مزيان اخي كيخدم الدراري لا شوف انا هذاك السيد شوف هاو الله يسك شاب الرحمن خي حمزه شكرا بزاف اخي على قبولك الدعوه ميرسي الله يلا مرحبا الف مرحبا جايز الحلقه كانت ناضيه ابري من هنا واحد 2 3 جوغ غادي تلقاوها في اليوتيوب غادي ريكوفري ولا بارتي الاولى قبل ما تقطع اللايف بس قام على بارتي الثانيه وان شاء الله غادي نحطها في اليوتيوب من هنا غدا مع 12 ديال الصباح تحط الحلقه مع رضا على حقيقه شنو دايرين يوتيوب دايرين لهم ديكال يعني شي حضر في اللايف غير اللايف شي حضر في اللايف بغيت سميتو تسنى واحد شويه عاد تحط الحلقه في الاش تصف في اليوتيوب شوف داكشي ديال شاهد
جيت تفرج كتجر شحيمة بغيتي الحلقة اللي باقي ما خرجاتش كاينة هنايا ولا تسنى التلفازة فابر يلا جايز تبارك الله عليكم توفيق لكم سيمو جيبوك الشباب بغاو اخ النوش انت قول لهم اخ النوش الا بغى يجي مرحبا به جايز بالعكس اخ النوش الا بغى يجي مرحبا به انا اخي احنا ما عندنا حتى شي مولات سياسية احنا مريحين اللور كنتفرجوا نطرحوا ليه نفس الاسئلة ديال فين تزاد جيتي شنو كان كيدير الوالد شنو كدير الوالدة لا شنو كدير الوالد شنو كيدير الوالدة فين قريتي الابتدائي الاعدادي الثانوي بالعكس اخي تكون القصة غدا اخي شكون كاين اخي سيمو توفيق غدا كاين توفيق مول النخلة وكيشي بوايم لا عشان قيشي بوايما جدار ليا أنا عاود عليك بحال الخرافة ونساليو عحال عاود قيشي بوايما كنت واحد النهار مهم شي كان عنده شي ماتش ولا شي لعيبة بحالها كان مهم كان خدام مع الدراري معانا وصاد فهمتي بدا كيستريسي أنا ناعس تليفوني دايرو سيلونسيو أش دير نتا صيفط ليا شي واحد للدار يصوني عليا مع 12 ونص الليل كلشي ناعس كنسمع سر ويلي ويلي كنجي كنطل هذا ما عرفتي عشان دي فايق هكا ما ناعس كيسمعتي اشنو 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 السبب باش نوض ايوا الدروينه كان شعلها في ترابي الجد دار واحد المصيبه المهم اني واي هذا بقيت جالس خدام معاه ما ناعش هذيك الليله بقيت خدام معاه مزيان المعاناه ديالك وديالو باش يعرفوا شي مشكل عندي في الزيت وقع ليه شي مشكل هادشي تيتثبت بان داك الدري هذاك البروجي راه عانى فيه واحد المعاناه راه ملي وصل يصوني عليك واحد قرب الى راه شي حاجه بي انا راه كانوا عندنا دي سيتي طيح وما كان وصلش يصوني وكاع والسيد كان مالك صوني عليهم ضاري وضاري عادشي كيما بغيتي ما تسمعليش علاش باغي نصطاد فوق بقيت كنانسيستي عليه ولا بودا خاص تجي معاه واش السيد ما عندوش شويه مع الكومينيكاسيون بزاف تيتقاتلوا كيتحاربوا وتيفايت وتنقولها ليه ديما اخي تنقول ليه شوف راه انت هو النمبر 1 اونتربرونور ماشي حتى شي واحد في الويب هو انت تيقول لي اخي سيمو واخا قداك تنقول ليه وحق ربي الاكبر واحد كلا العصا وباقي واقف هو انت وهذه هي اللي كتميز اونتربرونور راه عرفت والله حتى السيد هز الدراكه وكيتحار عادي الا ما تقاتش الشباب قال لكم سدوا الله يخليهم يلاه الشباب طلعوا لنا فراسكم الله يعزكم التوفيق لكم تبارك الله عليكم الشباب تلقى ان شاء الله غادي يكون في اللايف ان شاء الله قيشي بوايما بعد القصه ديال حمزه ابو الفتح ان شاء الله غدا ان شاء الله توفيق مول الخلا مول قيشي بوايما تبارك الله عليكم الله يسك جايز طلعوا لي فراسكم تبارك الله عليكم